مشاهدينا نحييكم وننتقل مباشرة إلى اسطنبول لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده النائب عقاب صقر ويتحدث فيه عن دوره في دعم الثورة السورية. الحملة الأمنية السياسية الإعلامية، وأشدد الأمنية السياسية الإعلامية وذات الجانب العسكري أيضا اللي تم العمل عليها بالفترة الأخيرة. هذه الحملة طبعا جابت نتيجتها بالإعلام. هذه الحملة طبعا وبكل تأكيد قدرت تخلق بالرأي العام مجموعة من الأفكار، وقدرت تجرح بصدقيتنا وصدقية تيار المستقبل وسلمية تيار المستقبل، وهذا شيء بدنا نعترف فيه. هذه الحملة وصلت لمرحلة بطريقة من الطرق وبشكل من الأشكال وصلونا إلى حالة أننا خارجين عن القانون، وأصبحت أنا شريداً مطارداً في الأرض. الأنتربول بيبحث عني وكل العالم تبحث عني، واليوم مجلس النواب السوري بقضه وقضيده اجتمع ليدين العمل الإرهابي الإجرامي اللي مارسته أنا، وأكد أنه سيلاحقني بالقضاء السوري وبالقضاء الدولي. وأنا أقول أنا سعيد بأن سوريا الأسد لأول مرة تلجأ إلى القضاء، لأننا نعرف بأنها لم تعتد اللجوء إلى القضاء، وكلنا في لبنان يذكر ولا زال يذكر ويعيش السيارات المفخخة، ولا زلنا نرى الجرائم التي ترتكب باسم سوريا الأسد بحق الشعب السوري. فحسناً فعلت أيها المجلس النواب السوري، يا مجلس الدمى، بأنك ستلجأ إلى القضاء لأول مرة، وأشك في ذلك، وأتحداكم يا مجلس الدمى السوري أن تلجأوا للقضاء. أتحداكم من الآن أن تلجأوا إلى القضاء وأن تتابعوا هذه القضية، وغداً ستعضون على الأصابع وتخرسون وتبتلعون ألسنتكم ولن تكملوا بهذه القضية وهذا تحدي. طبعاً أتحدى كل من أراد فتح هذه القضية في لبنان أن يكمل بها قضائياً حتى النهاية، وغداً ستبتلعون ألسنتكم ولن تكملوا بهذه القضية، وأنا أعرف. حتى وفر عليكم العملية كيف صارت، صارت بشكل بسيط. تمت سرقة أشرطة، وححط بهلالين حول كلمة سرقة، أشرطة تسجيل تعود لي أنا، وبعد تسجيلات الفيديو وصور فوتوغرافية من جهازي كمبيوتر. هذه هي العملية، ونحن عرفنا العملية بتفاصيلها. هلأ كيف نشرح بعدين، يمكن بوقت آخر اشرح، وهلأ خلال السياق بلمح للأمور. والآن هم بحوزتهم عدد من التسجيلات يتجاوز 500 دقيقة، إلي منهم أنا حوالي 109 دقائق، ولآخرين لديهم أشرطة فيديو ولديهم صور فوتوغرافية عرضوا الجزء الأكبر منها. هذه الحملة أعتقد أنها الأولى في تاريخ لبنان والعالم العربي بهذه القوة وهذه الضراوة الإعلامية والأمنية والسياسية والعسكرية. وعم أقول عسكرية لأنه متذكر أحداث طرابلس، هلأ حأربطها حتقولوا ليه عسكرية. طبعاً حملة كبيرة وصلت، متسلسلة، وصلت لحد التلميح والإشارة والتصريح بضرورة أن أقتل. عبر عنا البعض صراحةً باستعماله، لما أنا حطيت قلت بحط الفرد براسي، عبر عنا التلفزيون السوري بفجاجة وجعلني جثة هامدة وقال بده يقتلوني، وعبر عنا بعض الصبي الذين عملوا، الصبي الصغار الذين عملوا بهذه الحملة عندما قالوا بأنني على خلاف مع النصرة وأن النصرة ستقتلني أي فريق القاعدة. خلينا نشوف التلفزيون السوري كيف حولني إلى جثة هامدة عبر هذه الحملة، لحتى تتضح الأمور أكثر ويفهم الرأي العام اللبناني والعربي أكثر. طبعا بتتحملونا شوي، بتكون تشوفوا شوية تسجيلات. على الرغم من أن التسجيلات الصوتية لم تكن بحاجة إلى مزيد من القرائن، إلا أن اعتراف عقاب صقر بجريمته جاء ليثبت المثبت ويبرهن المبرهن بأن هذا الأخير بات جثة هامدة. عم يقولوا إنه عم يتاجر بالسلاح، وأنا محلي ممكن تحط فيني الإيهام، أتاجر بالسلاح.
ممكن يعني مش يصير في شيء هيك يحط يجر السلاح. بس الأكيد إنه حتى الفرصة بكمية بطبيعة الحال إذا أي غريق إنه يتحول لجوجر يعني. قد لا يكون من الأهمية بمكان إن قام صقر بقتل نفسه أو قام مشغلوه برمي ورقتهم المحروقة في مكب النفايات. أنا جثة هامدة وليس من الضرورة إذا قمت بقتل نفسي أو قتلني من شغلني ورماني في النفايات. حسنا، سنرى من سيرمى في النفايات اليوم ومن هو الجثة الأخلاقية والسياسية والأدبية اليوم. طبعا أنا حاطرح مجموعة أسئلة. هل تساءل الأذكياء العباقرة لماذا والرأي العام لماذا هذه التسجيلات من دون بدايات ونهايات واضحة؟ لماذا هذه التسجيلات تطرح بهذا الشكل المبهم؟ لماذا لا يوجد مواقيت لتسليم الأسلحة؟ لماذا أسأل ناطق إعلامي أن يحسم معارك عسكرية وأطلب منه أسلحة وهو ناطق إعلامي؟ لماذا كل هذه الأمور الغريبة التي لا تنطلي على أي صاحب عقل سليم ومبتدئ في علم تحليل المضمون؟ التسجيلات فيها ثغرات كبيرة، وأعرف أن كلكم لاحظتم هذه الثغرات، ولكن لا يمكن لأحد أن يصدقني وأنا أفهم ذلك، لأنهم يملكون تسجيلات وهذه نقطة القوة. حسناً، إن هذه التسجيلات هي فضيحة، هي فضيحة الفضائح، بل أم الفضائح في التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل، وستكون أكبر فضيحة سياسية إعلامية أخلاقية على مستوى هذا العالم. ولنسمع التسجيل الأول الحقيقي غير المزور، وهلأ منشوف مين زور، مين سلح، مين قتل، ومين أراد أن يقتل بالتسجيل الأول الحقيقي غير المجتزى. وعليكم السلام. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا. نعم تفضل حبيب. أهلا بالأستاذ. والله طبي كويس طبي الدنيا عليك. بس إذا شوفك حكي الحمد لله وكنا لك يا أهلا. يعني خبروني الشباب وقالوني وحكوا لي فيك بالمنيح وخبروني ويلا بلكي التأخير فيها خير إن شاء الله. إن شاء الله. انا بس عندي موضوع الاسفل الشيعة بيخبروك على الشباب وما هذا يعني راح يكيد فيه حبيبي خلينا من الاول يا حبيبي خلينا من الاول. اول شيء عم تقول لي الاسرى الشيعة يعني اول شيء لبنانيين مخطوفين انت بتعرف ما اخذها عن الجبهة انخطفوا بباص يعني جايين وهو لبنانيين مثل شيعة ومسيحيين انت بالثورة سير على الطائفية وسير على ظهر ما بنحكي طائفية وانت بتعرف انه هول انخطفوا وخطفهم اثر على الثورة واثر علينا واثر على العلاقات اللبنانية السورية فبدنا نلاقي حل انساني واخلاقي وان شاء الله انا متوسم فيك الخير يعني نقدر نحلها ان شاء الله بهالصوت الطيب فخلينا من الاول نبلش ندقق بالمصطلحات لانه هيدي كثير مهمه برايي انا بحكي خلص طيب واطلع منك لا حبيبي لا حبيبي ما غلطت بس لانه المصطلحات بتوصلنا امرار لمحلات ما بدنا نوصل عليها لا احنا ولا انت يا استاذ مثل ما بدك لبناني على راسي وعلى عيني حبيبي تسلم 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 الله يخليك بدي لك بس يعني حابب طبعا انا اول مره بحكي معك هذا بعرفك عن حالي اخوك ابو براء ومعروف في الحلب وانت يعني ممكن اني بسمع ثاني ابو النعمان والفال وعم مثل معلومك يعني عم يشتغل في الثوره من اول الحمد لله رب العالمين واذا بدك تتاكد اني انا سال كل الثوار عني يعني معك انه ذاتيه للدير بس انه فال ابو النعمان يا اخوي لا 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 حبيبي لا لا انا يعني ما بدي اسال انا اللي وصلونا ببعض خبروني ومسموعياتك طيبه وقالوا لي انه القضيه هيدي بايدك قضية المخطوفين اللبنانيين وان شاء الله انا هيك متوسم انه نحلها فيما بيننا هيك ان شاء الله وبتامل يعني اللي قالوا لي يكون مظبوط انه انت شخص لين وشخص فهمان وواعي لخطوره هذا الامر وبنفس الوقت بتقدر تحله بايدك الحل يعني ان شاء الله ان شاء الله هذا نوصل لك احنا مشان نختصر الموضوع راح نفتح الموضوع من الاخير ايه افضل شيء طبعا هذا اللي بدنا اياه بتعرف انت نحن مرتين من اصل ثلاث مجموعات شاركت بالعمليه وانا بصراحه يعني مكلف من الكل من الداتا هون على الساتر وخصوصا ابو ابراهيم اظن بتعرفه ابو عمار الدديخ الدديخي ايوه
بالضبط نعم نعم بس عليك وعلي يعني من الآخر يعني هو مكلفك بدء الأبو إبراهيم ممكن تبني بس أنا وياه سوا يعني نحن مع بعض كلنا مجموعة واحدة وأنا يعني عم تقول لي لا بس أفهم ثلاث مجموعات يعني كل واحد معنا ولا خلص كلكم واحد وهني مع يعني كلنا واحد وأنا راح أحكي معه يعني موجودين مع حدا وأنت مكلف هاي القصة هاي بدي أفهمه بس أنا مكلف عنه كلنا وأنا اللي راح أحكي بالموضوع وما راح ينحل هذا الموضوع إلا عبري ولا واحد بحكي معه كنفل له خلاص يا أخي نحن نمشي ونعتمد هذه القناة ونتكل على الله وإن شاء الله بدنا نحلها وبأقرب وقت ما بنوفر عليك علينا يعني تبتعرف ان ما عندنا طلب غير موضوع الحديث الجماعة تتقلنا ونحن بدنا حديث من الأخير حديث ما فهمت حديث شو حديث يعني شو بدنا حديث صح يا أستاذ وخاب ولو حديث أنا ما في حد تبستغر ما بيعرف شو الحديث حديث يعني حشوة ذخيرة ناعمة طلقات روتي ناسو شوية نوعي هذا كله اسمه حديث ولو لا 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 حمست أنا لا ما فهمت المصطلح طيب يعني اللي شو بدي اقول لك انا بدي حل هذا الموضوع وانا قلبا وقالبا مع الثوره ونحن يعني قلبنا على الثوره قدكم واكثر ما بدي اقول اكثر يعني بس قدكم بس يا حبيبي وانت بس يعني انا بقصة سلاح يعني ما عندي امكانيه ما بدي بدك بشيء فوق طاقتي بحكيك باللي بقدر اعمله انا اللي بقدر اعمله يعني بقدر اتعاون معك بكل الامكانيات اللي بنخلينا نحل هاي القضية اللي بتخدمكم وبتخدمنا وبتخدم منع الفتنة لانه هاي في وراها فتنة كثير كبيرة عم تنعمل وما بدنا اياها لا نحن بدنا الفتنة ولا انتم بدكم الفتنة انتم بدكم الحرية لبلدكم ونحن بدنا الحرية لإلكم ولإلنا من دون ما نعمل فتنة فانا ما بقدر اعمل لك غير هيك اتصالات اللي بدك اياها بتصل بكل العالم وبكل بيعرفوا بقول لك مين وكيف بس ارتاح معك انا عم حاكي حكي نظامي ومسؤول عن كل حرب عبد التفكير نعم وجماعتكم معي او عنا تفسير ما راح يتسلم وغير عن طريق ولو بس كل العالم في شي دليل يعني كمان عم احترامي لك انت عرفت بس كمان فيك تعطينا شي دليل شي شريط شي كذا شي كمان يعني لا حتى مثل ما بقول يطمئن قلبي مش عم اقول مش كمان شريط ياكد انه احياء وكاني هيدا بس يعني قبل ما نحكي حديد حتى بس يكون على علم بالقصة لا انا بدي اخذ كلمه انه احياء الجماعه وانه بدنا نخلص ان شاء الله بدي منك كلمه انه نخلص القضيه صح امين وبدك زيد مثل ما قلت لك حتى نطول معك بيكون افضل بيكون افضل كمان هيك لحتى لي يعني مثل ما بيقولوا لك ما لنا قلبي بس اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع هيدي هي اللي عم حاول القاعده اللي نحكي ما عم نطلب شيء يعني لك شويه الطاعه بس نعرف نقاوم ابن هالكلب هذا اللي خرب ديارنا ونخلص منه هذا اللي عم نطلبه لكن احنا لا طلابين مصاري ولا بدنا لا مناصب ولا بسيط بدنا شوية الداعي حتى نخلص من ابن هذا الكلب يعني ما تخي يعني هلا يعني اوقاف فقط وضروب الله وعلاقات دولية وشيخ سعد وقطر والسعودية وراكم امريكا لما كنا ادراين تصورنا كم قطع دارك فيها الحمد يا حبيبي انا بقدر امن لك مصاري بقدر امن لك مساعدات انسانيه بقدر امن لك مواد طبيه بقدر امن لك يا خي اعمار اللي بدك اياه بس انه سلاح ما فيه وانه اذا انت بدك ترجع تقول لي السعوديه وامريكا والشيخ سعد الحريري واسرائيل وامبرياليه وقطر هيدي التنفيذ اسمعني يا حبيبي اسمعني اسمعني هيدا انت حضرتك مؤثر انت بالثوره بتبدو مؤثر بالتلفزيون السوري والدنيا وهالحركات هيدي والاعلام السوري واتباعه وادنابه هي هذا الحكي تبع الحد نحن سلاح ومؤامره وهذا هو بيقولوا بس انت بتصدقوا يعني روح اسال يا اخي نحن ما بنغمن هالقصص نحن ما داخلين بقضايا سلاح الا اذا بدك تاخذ خذ من التلفزيون السوري هو عم يقول نحن روح خذ من عنده قول لهم يا اخي هو بيعطي هون بزيل عم يقول مكتب التسليم عندكم الظاهر نحن ما قلنا قصه سلاح نحن اللي قلنا بدر قصص مع المهاربه احكي مع المهاربه والسياسيه كلها وحتى جماعه الجيش الحر نتواصل معهم وهم عم يحلوا هالقضيه معنا وهم بيعرفوا نحن ما قلنا بسلاح نحن بدنا نحل هالقضيه وهم ايدنا وايدهم بنحلها وايدنا وايدكم بكل شيء بس ضمن امكانياتنا اللي ما خصها بعمليه سلاح لانه لو في سلاح انا كنت ليش بدي اخبي عليك ما انا بدي احل هالقضيه بايتها ما انا ما عندي بحكي مع الجيش الحر بحكي مع كل العالم خي انت مش بجيش الحر اساله هم اللي بخبروك قديش عم نعاني من هالقضيه وقديش هم بدهم يساعدونا فيها يا عمي ما نحن بنعرف انا من الجيش الحر وكلياتنا جيش الحر
ما عم نحكي غير هيك، بس نحن اخي جماعه ما بنشتغل غير مع حالنا، وشغلنا مراتنا، ما حدا بيمون علينا ولا حدا له ايد علينا، وما بنشتغل غير نرضي الله برضو ضمننا من الاخير بالذات، يعني ما حدا راح يمون علينا من الاخير. موضوعي موضوع حديث سلم بالسلام، غير هيك ما لك يا حبيبي. طيب انا ما عندي حديد، ما عندي سلاح، هيدا عم تقول ما عندي اصلا اول مره، يعني ما عندي ولا بعرف فيهم ولا شغلتي ولا بكل الاحوال. انا بقدر احكي مع جماعه الجيش الحر، مع جماعه المجالس هول العسكري، مع المعارضه، مع المجلس الوطني، مع كل اللي بدك اياهم بقدر امن، بس انا ما عندي امن لك. عم اقول لك هلا عم تحكي لي هلا ما عندي امن لك، يعني عم احكي لك اياهم بشكل مباشر، ما بعرف هم بيقدروا يساعدونا، ما بعرف، يعني ما عندي فكره بهذا الموضوع. اخي السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. يا استاذ وقاص، نحن جماعه مجموعين كثير ومحاصرين، ويعني ما في يوم يومين بتسقط المنطقه عندنا، يعني قصف الطيران المدفعيه فوزيكا، يعني ما في محور من المحاور الا وعم يطلبونا منه، فرجاء ساعدونا، بدنا سلاح. تفضل، السلاح اللي بدك اياه شو؟ يعني تحديدا شو؟ يعني حاليا بدنا شيء 30 حشو تربي فيه وشيء 20 قاذف. يعني هو زمان كان توفير 250 ألف طلقة روسي و 30 فرق على شوية نوعي إذا في مجال كله. لأي منطقة بدك ياهم تحديدا؟ عزاز وتصرف على السيدور وعلى دان زي حلب يعني بالكامل، وانت عارف شو عم بصير عنا، يعني هلا من امبارح صرنا مفايتين علينا من ست محاور تقريبا، من إدلب ومن عند الفوج كمان، ومن جوا حلب عم يطالعونا شبيحة، وفي عنا شوية جماعة هيك بتعرف الطرائق، يعني جماعة الطبيب بدنا نمرقهم شوي. طيب مين بده يستلم، يعني مين بده يستلم، وين بده يصير التسليم؟ كيف بتتم العملية؟ التسليم مثل العادة، يعني هذا مثل العادة بطنة، وبيكون هناك وزراء مع الشباب السيارات يستلموه بيشون على حلب، بس بدنا بس وقت ممكن، لأنه بتعرف يعني الحاجة كبيرة والقصف شغال والمجاميع متفرغة ذخيرة ما، يعني الشباب كل واحد يا دوب معاه مخزن هلا مخزنين وبتعرف انه يعني الاستهلاك كثير، فسبرونا باي طريقه من الطرق، يعني الله يخليك، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني ما في بعد الله الا غيركم. انت حتكون يعني على التسليم مباشره؟ لا لا اخوي، بكون على النور مع الشباب والسيارات مثل العاده بيستلمونا في الارض. طيب عال بيستلموا مثل العاده، بس انه يعني التسليم بده يصير بس عفوا ما فهمت، عم تقول لي بس بقدر اشرح انا شغله، انه عم تقول لي صار لك ساعة انه مثل العادة وبقطنة وبسلمك يعني كأنه انا بسلمك، يعني كل ثلاث ايام تقول لي مثل العادة، ما عم بفهم هيدي القصة. وابو النور وبيجي واحد كمان ابو براء وابو النور وابو مدري شو، يعني انا لا عارف هيدي وين الاطرم بقطنة مدري شو بعرفني، ولا عم بعرف شو عم تقول لي. تفضل. هلا عم بقول لك انا اطرم شو اطرم وطرتين وثلاثه وقولي لي كمان شوي شتي وما ادري. ما سمعت اطرم اطرم، ما بعرف حبيبي. لكن ما انت ملك الجغرافيا والتاريخ، هلا اطلع من هالبواب الله يسترها. لك يا حبيبي ملك الجغرافيا وملك التاريخ، ما معلش يعني كمان يعني هيئتك انت ملك الفهلويه يعني. انه وملك التذاكي اذا بدك تشتغل شيء، انه ايه انا طيب بعرفها وبالجغرافيا. طبعا يمكن الصوت شوي رديء، ما بعرف اذا على التلفزيون عم يطلع مزبوط. هذا ابو النعمان اللي هو اتصل فيي ليخبرني انه عنده اللبنانيين وهو مجموعة من ثلاثة، وكان عم يفاوضني حول اللبنانيين، وأكدت له أنه أنا ما بقدر أمن لك سلاح، بأمن لك مال، بأمن لك مساعدات، بس سلاح ما بقدر أمن لك، بقدر أتصل بجماعة الجيش الحر اللي عم يساعدونا. فصمم أنه بده سلاح. طبعا بشريط أنا بقول له، بيقول لي أنه مثل العادة، ومن السذاجة ومن غباء وشدة غباء، أنه لما أصقصوا الشرطان حطوا بزكا وصلي كاملة مبين فيها أنا عم بسأل أو عم يجيني طلبية سلاح، لكن نسيوا شغلات بسيطة، إنه بيقول لي يا أستاذ عقاب صقر. طب شو هذا اللي بسلمه سلاح وبيقول لي يا أستاذ عقاب صقر؟ ما بعلمي قالوا إنه أنا اسمي أبو صقر ومعروف تاجر سلاح عظيم. بعد شوي بيقول له أنا كيف بتسلم ووين وبأي طريقة؟ شوي بيقول لي مثل العادة. طب كيف هلأ أنت تاجر العظيم أنا اللي بسأل بأي طريقة ووين وكيف بدي سلمك؟ مع أساس أنا بسلم بوزع عشر الأوسط. لكن التسجيل الحقيقي اللي قبل ما يقصوه اللي فكروا ما عندنا النسخة عنه، لأنه من غباء لما سرقت النسخة الأصلية والنسخة الاحتياطية، واحد لازم يفهموا أنه في نسخة احتياطية اثنين، ولكن الغبا والحقد
ونية الاغتيال المبيتة جرفتهم وخلتهم يعتقدوا إذا قصوا شريط وأنا ما معي بديل عن الشريط، تثبت هذه التهمة المفبركة من إعلام محور المخادعة. طبعاً ما اكتفوا بهالشيء، كانت الحملة متدرجة، يعني بيعرضوا هذا الشريط المفبرك بزوروه وبزوروا غيره من الأشرطة باعتبار أنه هن سرقوا النسختين الأصلية والاحتياطية وتناسوا أنه هناك نسخة ومعنى نسختين كمان مش بس نسخة اثنين احتياطية، وفكروا أنه بهاي الطريقة ما بقى عندنا دليل بيعرضوهم. طبعا أنا كنت عم بحضر وكنت عم بضحك وعم بسخر، كان في عنا بس من اللي سرقوهم سبعة أيام، آخر سبعة أيام ما مسجلين عنا، كنا شاكين يطلع شي واحد من السبعة أيام، بس بالآخر طلعنا قلنا أوكي ما إذا عرضنا هولي ثلاثة أربعة، لما عرضوا أول والثاني والثالث عنا الأصل، قلنا لو عرضوا واحد رابع وخامس ما خلص بيّنت القصة، لكن ما عرضوا إلا اللي عنا الأصل فيهم، لأنه آخر سبعة أيام ما قلت تسجيل فيهم أنا، قلت تسجيل واحد لا يمكن أصقصته بيد الممانعة الشريفة النزيهة العظيمة التي لا تقبل إلا أن تكون بأعلى سلم شرف البشرية. أين الشرف؟ مفقود، غايب، يجب البحث عنه بأي طريقة. طيب أنا ما هأكتفي بهون، وبتصور أنه التسجيلات ما عم تعرض هلأ، بآخر هذا التسجيل أنا بقول له للشاب وهلأ حتعرضها التلفزيونات، حسلمكم التسجيلات كاملة من الألف للياء، من السلام عليكم ليعطيك العافية، مش مقصوصة يا أستاذ عقاب، وبسكر بلا ما يقول لي يعطيك العافية وما بقول له وين الوقت، ما بنعرف كيف تسكرت، لا حسلمكم إياها كاملة تاخدوها على كل مختبرات العالم وتشوفوا التزوير اللي حصل، ولا يمكن لهذه الأشرطة أن تكذب لأنها دليل على تزوير. طبعا في شريط تسجيل تاني عرضوه، خلونا نسمع نشوف قديش بنقدر نسمع، أنا عم حاول أطشن لأنه طوال التسجيلات بياخدوا 14 و16 دقيقة و17 دقيقة ما حدا نسمعهم كلهم، بس بآخر هذا التسجيل أنا بقول له لأبو النعمان إيه، لأني اعتقدت أنه شبيح وللواقع أنه ما طلع شبيح، اعتقدته شبيح عم يحاول يعلقني، فبقول له إيه حسلمك زي بق أصفر وزي بق أحمر ورح سلمك سلاح اسمه هبلوف مسطلاتي صاروخ روسي إيراني، حتسمعوا هيدا الشريط وتضحكوا على محور المخادعة كتير، لأنه من هلأ حيتحول لمحور كوميديا، بس كوميديا سودة مثل حكوماتهم السوداء. التسجيل الثاني إذا بس منسمعه لنشوف مزيد من التزوير والإمعان بالكذب والافتراء والدجل ببين بالتسجيل الثاني. الله يخليك وسلمك، شو الأخبار عمدك؟ ايه اكي ايه، نحن موجودين بالغرفة أنا والأستاذ عقاب والشباب كلهم هون، طمني كيف الوضع عندك؟ سميح يا عقاب جنبك، بأنه نحن حالة بالبيت، يعني الحاجة كثير ملحة كثير في قوة الطوة، الاشتباكات قوية والقصص مشتد علينا كثير. طيب، هاي كلنا هلأ كلنا سمعانينكم بالغرفة وهي الأستاذ عقاب كمان سمعانا. وضعكم شو ساء أكثر من امبارح واليومين الماضيين؟ وهو كثير مشتد القصص علينا واشتباكات ووضع كثير ملح، هذه ملحة كبيرة للمساعدة. طيب وين بحما انت بحما وين؟ طيب. وادلب ولا وين؟ هلأ المطلوب انه نزيد المطلوب نزيد الكميات، يعني الكميات مانا كافية؟ ايه لا بلا نزيد الكميات. طيب هي يعني. لا نزيد الكميات، انا ابو رشاد انا اجاني كثير تقارير كمان من جوا من عدد من الشباب عم يقولوا نفس الشيء انه تحديدا بهالمنطقتين الوضع بده يزيد. طيب خلص انا هلا حوجه الشباب خلص هلا حوجه الشباب بزياده الكميات باكبر قدر ممكن لانه عارف انه وضعكم هلا فورا رح ننزلكم على الجداوي، هلا فورا الشباب رح يزيدوكم على الجداوي، يلا ولا يهمك. لك اعتبر وصلكم على فكره، يعني الكل هون عم يدعي الشرحه والمسؤول والناس اخر شو عم تحكي عن دفعه بعثوا لي على حي الاطفال كثير انقذت ارواح عنا هون بعد يعني ما راح ابو رشاد حبيبي جايينا هلا كميات حليب اطفال قد ما بدك، وجايينا على فكره بطانيات، وجايينا دفعه
دفعة كتير كبيرة من المواد الطبية. هولي هولي حطهم بالعلاج. هلا كمان شوف يا يا أبو رشاد. يا أبو رشاد. أبو رشاد جاي دفعة كتير كبيرة. هم علي. خلينا نشوف. جاي دفعة كتير كبيرة. بطانيات ومواد طبية. بدنا نوزعها بأكثر من منطقة. بدنا نوزعها بأكثر من منطقة. إن شاء الله إن شاء الله كمان السلال الغذائية هلا رح نزيد عليها ثلاث أصناف تانيين وقت الحاجة. عرفت؟ حيكون فيها حتى مواد بقوليات، حيكون فيها رح يزيد كمية السكر. أبو سامع 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 الله يحميك الله يحميك. أبو رشاد أبو رشاد حبيبي بالنسبة لحليب بالنسبة لحليب الأطفال لأنه أنت بتعرف تخزينه ما بيكون يعني ما بدنا نخزن كميات معقولة ونوزع قد ما فينا. بدي منك شغله بقصه حليب الاطفال تعملنا جردي لكل الاطفال اللي على الحدود كمان بيقدم اللي على الحدود ما قدر يفوتوا على المخيم بتركيا لانه في مجموعه كمان من الاطفال بقلب المناطق قديش مجموعه اطفال لانه الاطفال في اهتمام دول كتير كبير فيها نعم. ومن ناحيه نحن الرئيس الحريري موجه بالاهتمام بقصه البطانيات والقصص اللي خاصه بالبيوت وما البيوت فمن الميلتين عم نجيب يعني من عند الرئيس ومن عند برا من الدول بنسكركم كل الحاجات اللي خاصه بالمأكولات اللي خاصه بالحليب ونحن يعني مثل ما شايف يعني بنضلنا مقصرين والعين بصيره والايد قصيره ويا ريت فينا نقدم اكثر واكثر واكثر ان شاء الله وما تعتل ما تعتل والله اطفال ابو رشاد اطفال سوريا نحن سوريا اهلنا هولي اهلنا هيدا واجبنا ابو رشاد هلا طبعا هيدي غرفه العمليات اللي عم تزود بسلاح للتفجير والتفخيخ والقتل نعم نحن نزود سوريا بحليب الأطفال وهذا سلاح إرهابي خطير لأن بشار الأسد يسقي أطفال سوريا الدم ومحور المخادعة وأزياله في لبنان يريدون أن يسقوا أطفال سوريا الدم نعم أقر وأعترف أنا عقاب صقر بأنني أرسلت بطانيات وأرسلت خيم لتستر عورات نساء سوريا وشاركنا في إعمار بعض المباني في الوعر بحمص للملمت عائلات سوريا وكل هذا كان بتحريض وتدبير وتمويل من سعد الحريري هذا المجرم الذي أراد أن يستر على أطفال سوريا ونساء سوريا أكثر من ذلك كل هذا كان أيضا وبجزء منه بالمرحلة الأخيرة بتمويل وتدبير من بندر بن سلطان وعبد الله بن عبد العزيز فحاكموا سعد الحريري بندر بن سلطان وعبد الله بن عبد العزيز على إرسال الحليب لأطفال سوريا واشنقوني لأنني ساهمت بهذه الغرفة الإرهابية يا شعبا أصبح مسخرة الأمم يا ممانعة هزؤت منها الشعوب يا شرفاء تبر منكم الشرف أعتقد أنكم بعد اليوم وأنا أسمع الآن من بيروت وسوريا ومن مجلس الدمى مجلس الشعب أسمع صرير الأسنان وأرى الجباه النادية والرؤوس المطقطقة والهامات التي انحنت من شدة التزوير والعهر والكيد وأقول لكم إن كيدكم بدد وجمعكم شتت وعقلكم هزيان وشطط يا أشباه الرجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال كما قال علي بن أبي طالب بأمثالكم من لا يمكن أن يوصف بالشرف لأن الشرف بريء منكم لأن الحقيقة بريئة منكم لأنكم تزوير وجودكم تزوير ممانعتكم تزوير حربكم تزوير إعلامكم تزوير وجودكم من أصله تزوير بتزوير بتزوير ومن الآن إن بعض وأنا لا أريد أن أجزم إن كل النظام السوري بكل دماه وبعض قوة ميني أزار من الآن ستسمى قوى الثامن من تزوير وليس الثامن من أزار وإعلام الثامن من تزوير ومحور المخادعة ولا ممانعة فيه طبعاً كمان نحن عنا تسجيل إضافي يثبت التزوير وبرجع بذكر حزودكم بكل الأشرطة اللي بتأكد عملية التزوير هيدي الأشرطة حتكون عندكم بين إيديكم خلونا نسمع تسجيل جديد بتشوفوا عملية جديدة من التزوير
ماشي، ايش اخبارك؟ كيف حالك؟ والله ماشي الحال. كنت لك الظهر كنت واصل هلا وبالمطار كنت لك مرتين ثلاثه مرات بيش. والله طوشه طويله عريضه اليوم كمان 50 60 اتصال يعني ما ومدري كم بعد يعني ما اول شيء طمني الشيخ صعب بعض المركز ولا حتى شوي؟ لا ما في فائد صواب على القصه تعرف ما وضع كثير ما محمول لعب ما مقبول بامن البلد وحتى بصوره الثوره ما مقبول يعني لا وعم يلعبوا صار بالامن اللبناني ما حيستحملها وحتى السعوديين بتأدين اعصابهم يعني جنين انه شو هذا على الهويه وشو هالشغل هذا القطريه مستائين بشكل كامل يعني ما في حدا داخل لبنان وليد جملاط شوف موقف وليد جملاط يعني كيف واحد داعم مجلسنا الثوره تحول لزعيم عم يطرح 100,000 دولار لا بس رئيس الحريري ما في مجال 5 الصبح 4 الصبح 5 الصبح 6 الصبح كل 10 دقائق مش مستوى التوتر مرق شو حولوا على الهويه يعني مرق شوي ابدا لا ابدا وضع كثير وضع عنا مزري يعني فتنه كثير كبيره اليوم كمان طلع لي واحد يعني عمل لي اتصال يعني الله بركيت شيء مخزي كل مره بيطلع لك هذا بيطلع بيقول لك واحد في واحد شافني الو سامعني؟ الو ايه واحد شافني قال لي 40,000 طلقه طلع لك اربعه قلت له يعني 50,000 طلع لي خمسه 100,000 طلع لي 10 يعني واحد يوم دق لي مبين يعني طب 150,000 بيجي لي زياده مثلا بيطلع لك 15 بالاصل 11 ايه ما هيدي هي انا فكر 200,000 مشان نحجز حساب لفوق لقدام مش تدفع زياده 10 مسخره يعني وكله هاجم وحده مبين في هجمه مركزه انه حطوهم بزاويه انه هول بيجيبوا سلاح عمليه اتصالات مفبركه انه انتم بتجيبوا سلاح وجيبوا لنا سلاح قال لي اليوم واحد نفس الاطار انه جيب لنا سلاح لك يا حبيبي شو بدك بعطيك انا ما شغلت سلاح لا بدك تجيب لي سلاح وانتم تجيبوا سلاح رئيس العشره تجيب سلاح الو الو ايه هي شو مطلوب شو بده شو لازمه هيدا مطلوب رشات مطلوب رشاشات فصاص رشاشات فص ديكسي قنابل ار بي جي قذايف وسلاح نوعي لحلب ريف حلب منطقة ادلب اي مناطق تحديدا؟ حلب ريف حلب اعزاز ومناطق ادلب مناطق محاصرة مجموعة مناطق وعم تعرض لهجوم شرس وباسرع وقت ممكن تأمين هذه الطلبين شو النوع تحديدا؟ شو النوع يا عمود؟ ما عرفت بالضبط ما في شيء محدد بس انه المطلوب مبدئيا انه مضاد طيارات مضاد دبابات مع اسلحة عادية وخفيفة متوسطة ماشي هذا الشيء اللي طلبه يعني هذا الشيء اللي قال لي قلت له لك يا حبيبي يعني تلبيس طيب يعني انا ما بدي امن لك يعني عم يلبسك القصه نظامي ايه قلت له انا ما هم بامن منه شيء وسال كل الجيش الحر الكره دي بتعرف قال لي لا وانتو رئيس الحريري وقطر صديق قلت له حضرتك بتحضر تلفزيون دولي تلفزيون سوري وعم يقول لك الرئيس الحريري هيك علنا ايه ويقول لي يا كل شوي يا استاذ عقاب صقر يعني عرفت كيف انه مشان يعني بعد شوي حقول له يا خيي هي هويتي وروح وكذا قلت له سأل يقول لك انا بسلح تعا خبرت لك يا حبيبي ما تقول لي بلا يعني بيعطينه انه لزقن انه بيسلحوا باي طريقه من الطرق يعني رخص قلت له قالوا لكم استغلوا قصه انسانيه بهي الطريقه بس في لعب عليها كثير انا برايي في تحضير لفتنه سنيه شيعيه طويله عريضه استغلوا هي القصه بغض النظر ما بدي اقول مؤامره وهن متامرين فيها بس عم يستغلوها للتحضير لفتنه وقلت لهم هي الفتنه قلت له هذا شغل مافيا هذا شغل مافيا وهذا شغل ما يعني من سلميه لعسكري من عسكري لمافيا ما بيصير وحكينا والكل صار مقتنع وكل عم يشتغل معنا بس يا اخي خلص ركبت بهذه الطريقه وشيء مسيء جدا يعني تحويلها لشيء بهالطريقه ولا بيعمل بلدنا انهم هيدي صارت يا اخي بوجنا يا اخي عاد صارت عم تعزونا بهذا الساعة الإيرانية، الساعة السنة، الساعة الشيعة، صار الإيراني بده
قوة ليمرق أخي، والشيعي بده قوة ليمرق، وبكرة السنة ما طلع يمرق من مدري وين، والمسيحي يعني ما صارت تقرب. طيب طبعا هو شريط طويل ما حنسمعكم اياه كله، بس اذا سمعوا لنلخص لانه الصوت بالقاعة ما كتير واضح. نحن عم نحكي عن اللبنانية ابو النعمان لأصوله اللي اعطاني الطلبية. مش من المنطق انه انا اعطي الطلبية للؤي المقداد اللي هو حاضر بيننا، اللي هو الناطق اعلامي باسم الجيش الحر، عبقريتهم شو عملت؟ نفس الصوت حطوا تسجيلين للؤي المقداد، اول تسجيل قالوا هيدا صوته، وتاني تسجيل بنفس الحلقة قالوا هيدا صوت مشكوك فيه انه سعد الحريري. عمل ايه؟ انا شفت تعليقات على الفيسبوك عم يقولوا لهم يا جماعة، جماعتهم يعني بعض الاغبياء اللي بيصدقوهم، قالوا لهم يا جماعة هيدا صوت لؤي المقداد، كيف حطيتوا صوت سعد الحريري؟ طلع واحد من الصبية وقال انه 20% قالوا سعد الحريري من الخبراء و80% قالوا لا. سمعتوا بصمة صوتية فيها 20 و80%؟ هاي ما بتصير الا بالكذبة الصوتية بجريدة الاخبار، وما بتصير الا بمحور المخادعة، انه بصمة صوتية بتصير بين 80 و20. يا عمي طلع لؤي المقداد على التلفزيون قال هيدا صوتي، قال لا الخبراء قالوا 20 و80. هلا نحتكم لمين نحن بهيك حالة؟ نحتكم للخبراء. عندك اللواء جميل السيد رجل امن محنك وخبير، طلع قال انه في خبراء قالوا 20% قالوا سعد الحريري و80% قالوا لا، علما انه جميل السيد سمع صوت واحد عن 10 كيلومتر بيعرف فين هو مفروض، بس هو مسد. الناس سمعتها بالانترنت وعلى التلفزيون وعرفت انه هيدا مش سعد الحريري، والخبراء بالبصمه الصوتيه قالوا 20% سعد الحريري، علما انه عندهم 50,000 شريط لسعد الحريري، وعندهم على القليل 3 اشرطه للؤي المقداد، وعندهم غير 3 اللي عرضوهم اكثر من 30 لإله. كيف طلعت البصمة الصوتية ما انعرفت؟ وإذا افترضنا مش سعد الحريري، قالوا إذا مش سعد الحريري مجهول. مجهول. ليه؟ ليه قالوا مجهول أو سعد الحريري؟ بدي افترض الشرطان اللي معهم وقعوا فيها، غلطوا فيها، أنا هيك بدي افترض. وهي مزورة. طب ليه زوروا وقالوا هيدا مش سعد الحريري؟ تشوفوا أن نية التزوير موجودة لدى الإعلام، مش لدى جهاز الأمن اللي سرق وقرصن الأشرطة، لدى الإعلام المتواطئ والمشارك بعملية الاغتيال السياسي. هؤلاء المرتزقة، سميتهم بالمقابلة مرتزقة لأني أعرفهم بالشخص بالاسم، مرتزقة قتل لا شأن لهم بالإعلام. ليه قالوا هيدا سعد الحريري؟ لأنه هني معهم سيناريو كامل، رأي العامة معه سيناريو كامل، هني عارفين أنه في حدا طلب مني سلاح مقابل اللبنانيين، أنا عم بحكي مع لؤي المقداد وعم بشرح له، ضرب براسهم أنه شي واحد من جمهورهم بيفهم، واحد يطلع يقول يا عمي طب إذا هيدا عم ياخد طلبية من واحد على الأرض وعم يحكي مع لؤي المقداد، يعني واضح إنه هيدا الزلمة حدا قايله بدي سلاح عم يخبر الجيش الحر مقابل شيء يمكن يكون اللبنانية. قالوا لا منحط هيدا سعد الحريري ومنجيب خبر صوت على ذوقنا يركبوا 20% سعد الحريري، وبكره حنسأل وين إن خبر الصوت وين الشهادة اللي قال سعد الحريري، ولكن الناس ما حتصدق إنه سعد الحريري، واضح الزلمة هيدا صوته بشريطين طالع يا جماعة بنفس الحلقة. طيب منقول إذا مش سعد الحريري مجهول، يعني وسام الحسن أو حدا تاني عقاب عم يطلب منه سلاح. طب أنتوا عندكم صوته وسمعتوا هلأ صوته، والناس كلها قالت على الفيسبوك يا جماعة هيدا لؤي المقداد نفس الصوت نفس الحكي، سعد الحريري أو مجهول، بقى تركب القضية أنه أنا عم جيب سلاح وأطلب سلاح. إذا الباقي بكرة قالوا أنه أنحنا أجتنا أشرطة ضحكوا علينا خدعونا، طب مين خدعكم وقالكم هيدا صوت سعد الحريري؟ خبر الصوت وين خبر الصوت؟ مين اللي خلاكم تكذبوا وتقولوا هيدا مش لؤي المقداد؟ بدكم تركبوا القضية انه انا تاجر سلاح، ما بتزبط معكم عم بطلب من الجيش الحر، لازم انا زود الجيش الحر، فاعتبرتوه مجهول او سعد الحريري او تاجر فنزويلي او وسام الحسن او مدري شو، وفنزويلي وبيحكي لبناني وبيحكي سوري ومش مشكلة، الجمهور بيقبل كل شيء نضحك عليه، صرنا 40 سنة بنضحك عليه، هلا وقفت تضحك عليه بشريط معنا اياه وما حدا معه غيره؟ لا معنا نحن شريط. خلونا نشوف هلا حدا عبقري امن، رجل امن عبقري كيف عم يشرح عن البصمة الصوتية، زلمة فهمان شو عم يحكي، زلمة شاغل أمن 30 سنة وبيعرف بقصة البصمة الصوتية. مين؟ الكل حيعرفه، اللواء جميل السيد أذكى رجل بالبصمة الصوتية، منشوف كذبته بالبصمة السماعية الصورية. تسجيلات اخرى يمكن جاي على الطريق بقول له جايكم صواريخ مضاده للطائرات، كل صاروخ لازم ينزل طياره والا ما في بدل عنه. بس وضعه اول تسجيل انا سالت، قال هنالك اكثر من خبير، اكثر من خبير، لانه الصوت مثل الاصبع في بصمه بصمه بسموها بصمه الصوت،
وهيدي اجهزه المخابرات عندها اياها، بيطلع صوتك بالهواء ما بيكونوا بيعرفوا رقمك اللي عم تحكي عليه. اذا الجهاز لقط صوتك وصوتك مسجل سابعا عندهم بيعمل شيء بيسموه ماتشينج وبيقول هيدا فلان. وهيدي التقنيه مش جديده، موجوده من التسعينات، منها جديده هي. وبالتالي الخبراء في آلات لبصمة الصوت، وفي هيدا نعرض على أكثر من خبير. لأنه أنا سألت يا ترى، لأنه بالتسجيل الأول اللي أنا عرض ما كان فيه كتير وضوح. صوت بدك حديث موسع حتى تقدر تتأكد من الصوت. بس هون وبالتالي حسمنا الجدل، هو اعتبر أنه جريدة الأخبار هي المصدر تبع التسجيلات. وبالتالي بطريقة ما عنده أصدقاء وهيدا بعت اسئله انه في غيرهم ولا بس هو اللي زعلانوا عنهم اللي عم ينزلوا باليو تي في وغيرهم. وبالتالي شو الجواب؟ طبعا هيدا الكذب مع بصمه صوتيه واضحه انه الخبراء اختلفوا معهم التسجيل الكامل. وحتى بالتسجيل اللي انسمع الناس على الفيسبوك عم يقولوا يا جماعه لؤي المقداد مش خبراء بالبصمه الصوتيه، بس التسجيل كان ضيق ما قدرت جيت الاخبار. الخبراء اختلفوا 20% قالوا سعد الحريري، وهو بيشبه كل اصوات الكره الارضيه الا صوت سعد الحريري، لكن قالوا مجهول. هيدا كذب بالبصمه الصوتيه، وهو قال بصمه ما بتكذب مثل بصمه الاصبع. كيف هون صارت البصمه وجهه نظر؟ بدكم تسالوا محور المخادعه. اذا هلا بدي اسالك مجموعه اسئله، لكن بيقول جميل السيد انا في شريط ثاني بقول فيه كل صاروخ بده ينزل طياره. اتحداك يا جميل السيد واتحدى جريده الاخبار وكبيرهم الذي علمهم السحر والتزوير بهيم الامين ومن سرق هذه الأشرطة، لأنه إحنا سمعناها كلها، والجهاز الأمني الذي سرق الأشرطة وكل محور الممانعة ومجلس الدمى السوري ورئيسهم السفاح أن يحضروا هذا الشريط اللي بقول فيه كل صاروخ ينزل طيار، وإذا ما أحضرته بدك تلاقيني بالمحكمة لأنك وقعت بكذبك. وحاسألك مجموعة أسئلة يا جميل، أنت رجل أمن وكنت معتقدك ذكي، انت سمعت هيدي التسجيلات الخرقاء الغبية اللي 100,000 واحد دق وقال لي شو هيدا مش مبلشي ومش منتهي مدري كيف عاملين لك. اي واحد طبيعي رجل شارع دق قال لي هيدي التسجيلات، طب عم يطلب منك ليه ما قلت له ايه، ليه ما قلت له ايمتى، ليه ما قلت له وين، ليه ما قلت له حابعت لك وانت عم تطلب، ليه ما بيقول لك كيف بدي سلمك وايمتى. قلنا لهم انا كنت وبدي اعتذر من كل اصدقائي، انا ما خبرت حدا، قلت لهم لقطنا وكنت ضلني على كلمتي لقطنا وهن يزيدوا. وهو قال انا صرت دق لاصحابي وقال لهم ايه، انا صرت دق وقال لهم دخيلكم خايفين بعد في شيء لا تحطوا اكثر وتغرقوا اكثر وتستهبلوا اكثر وتستغبوا الناس اكثر وتبينوا على غبائكم وتزويركم اكثر يا عبقري. انا اللي كنت عم دق للنيو تي في وعم دق لناس بالمستقبل وعم قلهم اسالوا جماعه الاخبار ودخيلكم شوفوا لي جميل لانه لقطني بالجرم المشهود واسالوا لي هلا اثنين ميشيل عون كيف لقطني كمان. كله كنت انا عم بعمله، كنت قاعد بالغرفة بس بغرفة الأوتيل مش بغرفة العمليات وعم بستلمكن لأنه أنتو خرج أنه تنكشفوا، مش لأنه بدي أتسلى، لأن بدي أكشف عملية اغتيال من الألف للياء كيف تتم عملية اغتيال سياسي تحضر لاغتيال جسدي. وهلأ حقول كيف بتم الاغتيال يا جميل. إذا مرق عليك هذا التصوير الغبي وهذا التسجيل الغبي وأنت رجل أمن، هذا بيعني انه السيارة اللي كان فيها سماحة كان فيها اثنين مثل سماحة وبتساع بعد 100 من فريقك، لانه انت يمكن اكيد افضل واسكى من 100 وبتعرف شو اثنين اللي ذكرتهم وانت الثاني. واذا كانت ما مرق عليك وانا بعرف ما مرق عليك، انت مشارك كما وصلتني معلومات بالتدبير والتخطيط وفبركة والتغطية على هذا الشريط والبصمة الصوتية تؤكد ذلك. شغلة تانية بدي أشير لها وللأمانة والتاريخ يا محور المخادعة أيها الحمقى، وأقصد تحديداً اللي اشتغلوا بهيدي التسجيلات، ما عم أقول الكل لحتى ما عمم، لأنه فيه الناس محترمين وفيه الناس أحترمهم. من شارك بهذه العملية أيها الحمقى أيها الأغبياء أيها السذج، ألم تعرفوا أنكم أوصلتم لي خبر بأن هناك تسجيلات قبل أن أظهر بهذه المقابلة على تلفزيون الفيوتشر؟ طيب عرفتها من مصادر من حزب الله، ثم جاءتني من صحفيين يقولون لي هناك عرض، لأنه كانوا عم يحاولوا يعرضوها على تلفزيونات أخرى، لما ما قبلت التلفزيونات المحترمة كشروا عن نيابهم ونزلوا بالشبيحة أو تي في والإخبار
تلفزيون الشبيحة وجريدة الشبيحة، هلأ اثنين ما في غيره، الشبيح يحملها بصدره ويكفي المهمة اللي بدأ فيها. طب يا حمقى، أنا وصلت لي أنه أنتوا عندكم، وللتأكيد السيد وفيق صفا اتصل بالعميد عثمان رئيس فرع المعلومات محل الشهيد وسام الحسن وقال له نحن نمتلك تسجيلات، وقال للرئيس الحريري وعقاب صقر أنه خلينا نحل القضية لأنه عندنا تسجيلات بدينهم ما بدنا ننشرها ونعمل فتنة، سجلوا يا للتاريخ. كان جوابنا نحن لا نملك ما نستحي منه، وربما أنت تملك ما تستحي منه. إذن وصلت لنا بالقنوات الإعلامية غير رسمية، ووصلت لنا من السيد وفيق صفا، وأنا بسأله لو وفيق صفا أنت كان عندك هاي التسجيلات قبل ما أنا أحكي وقبل ما أطلع بالمقابلة، طيب أنت كمان ما شفت يا وفيق صفا؟ إذا مرقت عليك فهذا يعني أنك يجب أن تقال أو تستقيل، لأنك لست جدير بإمساك بأمن المقاومة، وتمر عليك هكذا أقل ما يقال بها سخافة وسذاجة بهذه الطريقة. وإذا ما مرت عليك أنا أسألك، وأنت قد أرسلت لنا خبر قبل عرضه بأسابيع، هل أنت مشارك؟ سؤال برسم حزب الله لا يجاوب عليه. هلأ الغريب بالأمر أنه لشدة غبائهم وحمقهم، لشدة سذاجتهم وتهورهم، لشدة إجرامهم واستعجالهم بتنفيذ الاغتيال السياسي والجسدي، طلعت على تلفزيون المستقبل وأنا عارف أنه في تسجيلات. ليش؟ لأنه نحن لما انسرقت، لحكي لكم القصة، لما انسرقت التسجيلات والصور اتصلت بلؤي، أنا قلت له يا لؤي هولي سرقوا بدهم يعملوا شيء، جينا طلعنا أشرطة بتحكي إغاثة، صور فيديو عم نوزع إعاشات، وأنا كنت ظاهر بواحد منهم، طلعت بالصور قلت له أوكي لازم حيحطوا هيدي الصور بيقولوا لقطناه مع حدا بالجيش الحر، هات لا تنشر أنت صورة يا لؤي عم موقعك بالفيسبوك إلي وإلك وننهي هالقصة. غير نحن نشرنا الصورة، نشرنا الصورة الشهيرة لنقول لهم اللي عندكم ما لهم قيمة، هيدي الصورة نشرناها، نحن نشرناها خلصنا بقى، أنا حتعملونا. قامت القايمة مثل كأنه صورة هتلر بعد نجاته من محاولة الاغتيال تحت الأرض بمخبأ السري ب 43، يا لطيف هذه الصورة الخطيرة العظيمة، خير إن شاء الله صورة ونحن نشرناها على الفيسبوك لنقلكم إنه اللي عندكم ياهم نشرناهم خلصنا. بعدين بعد فترة جمعة بتجيني إنه في تسجيلات، بك يا عمي رجعنا اللي سرقوهم، بك يا حي شو فيهم هول؟ قلنا ممكن يكون عندهم شيء أو بدهم يلفقوا شيء، خلينا ننطر. صار يبعثوا لنا، قال لهم مش فارقه معنا. قلت انا بعدين لحتى زيدهم، لزيدهم بالغباء صاعا ومصراعا مطلع على الفيوتشر، بدي اعتذر من بولا عم تعذب حالها صار لفتره بتقلي السؤال الوحيد اللي قلت لي اسالك ايه لقطوك عليه، وقلت لي بولا يعقوبيان بدنا نحضر مقابله، قلت له انا ما بدي احضر، انا ما بحضر، وكل اللي بيعرفوني بيعرفوا ما بحضر مقابله مع اعلامي، قلت له بس بدي منك تساليني سؤال عن التسليح. ووقفت واعطيتهم كل اللقطات اللي بدهم اياها، وعلى كل نزوروا، أنا قلت بأوس حالة إذا كنت تاجر دم مش إذا كنت تاجر سلاح، ولكن فليكن حطوها بأوس حالة إذا كنت تاجر سلاح، إذا كنت تاجر دم مثلهم. أعطيتهم كل اللقطات اللي بدهم إياها، إيدي نظيفة بأوس حالة، حكيت براسي ليبين إنه هيدا كذب، ولقطوهم هن كتر ما أسكيا ومشوا فيهم. هذه المقابلة قمت بها أيها الحمقى حتى تنشروها بهاي الطريقة، هاي المقابلة قمت بها أيها الحمقى لأزيد من حمقكم وأري الناس غدركم وحقدكم وإجرامكم وإجرامكم عفوا. هذه المقابلة قمت بها لعيون محور المخادعة ليلقطني بالجرم المشهود والعهر المعهود. أيها الأغبياء، قال السيد حسن نصر الله ببعضكم، قال بكم كلكم ولكن أنا أؤمن ببعضكم، يا أشرف الناس، وأنا أقول من دعم المقاومة والأيدي التي قاومت هم فعلا من أشرف الناس، ولكن من قام بهذا العمل الدنيء أيا كان أقول له بلسان حال سيد حسن نصر الله، يا أحمق الناس وأغبى الناس وأسفل الناس وأكذب الناس وأحقر الناس، ماذا فعلتم يا لغبائكم وحمقكم وحقدكم، وقعتم ولن تقوموا من هذه الحفرة. طبعا إن أردتم أن تنهضوا من هذه الحفرة فما عليكم إلا أن تتوقفوا عن الحفر، ولكنكم ستزيدوا في الحفر حفرة، لأنه لا حياة لمن تنادي.
لذلك أضع هذه المعلومات تحديداً حول السيد وفيق صفا بعهدة السيد حسن نصر الله. وأيضاً سأضع معلومة تانية لحتى أعطي شيء من التزوير. بالتسجيلات اللي شفتوها كلكم، هل حدا سمع أنه أنا حكيت عن خطف ومخطوفين؟ هل أنا أمرت بالخطف؟ هني دسوا أنه أنا بقبض أبو إبراهيم $50,000. أتحداكم إذا بقبضوا 50 ليرة. مرة واحدة دفعت له لما قال لي عم يكلفوني كتير، دفعت له وما كان يقبل الزلام، حطيتهم ومشيت من شان أكل الأسرة اللي عم تعملوا فتنة وتكذبوا وتزوروا بأشرطة نحن حكينا كرمالهم وتقولوا عم نسلح. تجمع علماء المسلمين لصاحبه حزب الله، ومعروف لصاحبه حزب الله، بيقول ببيانه أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً إن التسجيلات اللي كلنا سمعناها تظهر مسؤولية الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر عن خطف اللبنانيين. بالله عليكم حدا شايف هيدي؟ وبالتالي يجب ملاحقتهما بالحق الشخصي والعام وتحملهما مسؤولية سلامة المختطفين. هي تكمل لجلة الأخبار. تسجيلات بتقول إنه أنا مسؤول عن المخطوفين. سمعتوا بالتسجيلات شيء هيدا؟ وهؤلاء علماء المسلمين، ماذا تركتم لفجار المشركين يا علماء المسلمين؟ بتقول التسجيلات إنه أنا بلاحق عم لاحقوني بالحق الشخصي، والتسجيلات ما فيها شيء. أنا بدي أفترض علماء المسلمين انغشوا. أول بالفقرة الثالثة بيقولوا التسجيلات تؤكد تورطهم بالتسليح ويجب محاكمتهم. على راسي غشوكم وضحكوا عليكم مثل ما ضحكوا على غيركم، مثل ما صدقوا حتى حلفائنا الشيخ سامي جميل صدق، ضحكوا على كثير عالم، ما في مشكلة. ولكن يا علماء المسلمين كيف بتقولوا تثبت التسجيلات تورطي أنا بالخطف؟ برابعا ببيانكم يا علماء المسلمين، أنتوا لا علم ولا إسلام ولا دين، هذا اللي ظهر هون. وهذه أيضا برسم السيد حسن نصر الله، لأنه تجمع علماء المسلمين معروف لصاحبي حزب الله. لن أزيدكم في البيت شعرا، في الشعر بيتا أو قصيدا، لأنه بس احتراما لأنه أنتم تجمع إسلامي وحدوي سني شيعي، ولكن أعتقد عليكم أن تعيدوا النظر ببعض اللفات وبعض اللحى. طيب التزوير خلص هون؟ لا يا جماعة ما بيخلص التزوير، 40 سنة حاول يفرغون. هلأ حاكشفهم كلهم، ما عليه بتتحملوا نفس ساعتين. في بعض شريط كمان أيضا مزور، خلينا إذا بنسمعه ونشوف مزيد من التزوير. ألو خليك معي ألو إيه؟ لا لا رحت الحال عم انتبع، ما نمت وأنا ما نمت كمان، عم انتبع. عرفت رضي وكلهم لا حتنحسن إن شاء الله، هيدي حتنحسن على أكيد. يلا متوسط طيب فكر بالجو لحظة الله. ألو يا حبيب. ألو ايش ألو. في خربان مين هيك الشيخ صار؟ الرئيس الحريري جانن بده يحسمها بأي طريقة، بأي طريقة لازم. طب يا عمي أنا اليوم حكي معي شي 10 مرات نفس الطلب. أقل شي بدهم ذخيرة متوسطة، يعني ذخيرة متوسطة؟ ايه. أنت حطيت الشيخ صعب بالصورة؟ أنا حطيته بالصورة يعني مع منا لحظة ساعة ثانية بثانية عم تابع الموضوع بده يحسمها بأي طريقة. يا خيي هي تحديدا لازم نحسن ما في أي مجال للفشل في الموضوع. في مشكل هن اللي عم يعانوا منه، إنه يا خيي المنطقة بتسقط. إذا سقطت المنطقة بالنسبة إلهم يعني هو مثل دومينو، بتسقط كل المناطق المحيطة. عرفت؟ يا خيي أنا فهمان هالشيء، بس عم لك حكيت مع دولته عم يقول بدنا نحسمها وما خصنا بالتفاصيل، ما بدنا نفوت نحن بالتفاصيل، نحن عنا قضية بدنا نحسمها ونخلصها وتنتهي، وما بدنا حكي يعني ما بدنا لا حكي ولا موضوع. هلا بدي اقول لك شغله كمان، انا حكيت معه وقلت له انه عم يطلبوا هيدي القصص، بالنسبه لإله محسومه، لا بدنا نسمع لا بذخيره ولا بسلاح ولا بشيء. نحن حتى لكن نكون دقيقين بدنا نفهموا شغله، وهي الايه بدك تركز عليهم، حتى لو دفعنا
لهم مصاري عم ندفع لهم كتبي عن المخطوفين ما مخولين نقول هول مصاري بيشتروا فيهم بطيخ بيشتروا فيهم بيشتروا فيهم سلاح مسؤوليتهم نحن عم ندفعهم فدية وبس للمصاري يعني لا يحكونا بذخيرة ولا يحكونا بسلاح ولا يحكونا بمصاري يشتروا ذخيرة وسلاح نحن هنقول وحنقول لكل العالم بالثورة مش هنقول على انه هولي اخذوا مصاري فدية وبدهم يكون واضح بشكل فدية يعني ممنوع يقولوا لك انه هيدا بيع التباس هولي بشكل فدية لا اكتر ولا اقل اكتر من هيك ما بنقبلها اكتر من هيك بنعتبر انه عم ينلعب نحن اللي بدنا اياه انه يطلع هولي جماعة يطلعوا من دون قيد او شرط خصوا بسلاح خصوا بتسليح خصوا بذخيرة لانه انا قلت له كلمة ذخيرة وسلاح جن وطرق قال لي هذا لسه خليني ما مش لذلك حبيبي افهم علي دقيقة هنن برأيهم هنن بيعرفوا انه اول شيء سمعتوا التسجيل وسمعتوا عن شو الحسم حسم قضية اللبنانيين حوالوا ولا حسم لكن في شغلة ما حدا انتبه لها عم بيقولوا عقاب صقر اول شيء انا اذا بدي اطلب حسم يا عمي هل يعقل اطلب حسم معركة عسكرية من ناطق اعلامي يا جماعة طب ما انا بعرف رياض الاسعد وبعرف مصطفى الشيخ وبعرف قادة ألوية وكتائب كثيرة وافتخر بمعرفتي بهم هاي خذوها وسجلوها ما بطلب منهم يحسموا بطلب من ناطق اعلامي بقول له الرئيس حريري بده حسم ليش شو خصو ناطق الاعلامي اللي يحسم هو قائد ميداني يعني هو قائد الجيش الحر هو رئيس سلاح المدرعات بده يحسم طب ما مبين القصة فيها غبا وحمق لك بالمنطق بتحليل المضمون بعلم الاطفال انا اقول ما معقول يا عمي ما معقول اللي عم بسمعه لك هودي جماعة بيقولوا بيخططوا بيفهموا هلا فهمتوا بشو بيخططوا وبشو بيفهموا صارت واضحة بيفهموا بشي واحد وبيخططوا لشي واحد طيب يا حمقى يا اغبياء واسمحوا لي لكم اياه ما اقدر ما اقوله يعني اقل من هيك اذا بقول ناس بتضحك علي هيدا اقل لقب بعطيكم اياه وهذا لقب شرف ووسام لكم لانه المفروض تاخذوا اقل من هكذا القاب طيب انتوا سمعتوا هذا الشريط يا جماعه سمعتوا كلمه معره النعمان فتشوا بشريط وبشريط اللي حاعطيكم اياه الكامل لا يوجد كلمه معره نعمان واحده ليه بتقول الاخبار او تي في بمقدمتها وطلب حسم معرة النعمان وبتقولها نيو تي في وراها وبرددها التلفزيون السوري اسمع شريط ما في معرة نعمان جبتوا شريط الاصلي كله ما في معرة النعمان طب ليه عم بيقولوا طلب منه حسم معرة النعمان يا عمي طب ما شريط قدامهم ليش عم يزيدوا عليه كلمه فتشنا بالشرطان الثاني في شريط اخر بحكي فيه مع لؤي المقداد بيقول لي هول اللي كانوا عم يحكوني امبارح اللي بدهم قصه تبعون اللبنانيين هو طلعوا بمعرة النعمان مش باعزاز يا حمقى يا اغبياء اخذتم من شريطين وحطيتهم بشريط واحد هيدا دليل انه كل الاشرطه معكم هيدا دليل انه كل التلفيق بكم ولكم وهيدا الدليل انه التلفيق ما حصل بس بالمطبخ الامني بالمطبخ الاعلامي لانه الاعلام اللي بيقف بيقول طلب منه حسم معرة نعمان وشايف بشريط ما في معرة نعمان هو متواطئ وهو سامع كل الاشرطه شال ولزق هسمعكم شريط ما سمعوكم اياه منحكي فيه عن معرة النعمان عطفا على الشريط الاول ولكن هذا الشريط يفترض اني ما معن اياه او يفترض الناس ما تسمعه ولانه اذا عرضوه واضح ما في نقصه منه شيء واضح عم بحكي عن اللبنانيه اسمعوا مهزله وفضيحه معرة النعمان خلوا الضحك لبعدين بسمع شوية ضحك بالقاعة خلوه لبعدين بدنا نضحك لعشر سنين لقدام عشرين سنة يمكن أرخ أي خي كيفك؟ أخ كله تمام شو؟ هي هيدا أربع كيلو صرت ماشي وبعدين تفتلي هي هيدا اللي تبع امبارح حكي معي نفسي عشر مرات بعده على نفس القصص والسير والأفلام اللي عم يعملها كل كلمة والثانية بزت اسمك نادر وقال ايه طبعا مخطوفين هيدا لأساس طبعا شو اللي خلقنا نخلصها يعني جدي ولا شو هيدا لك اخي جدي شو اذا طلبت منه فيديو ما بيعطي فيديو طلبت منه اي اثبات انه هنا عنده ما بيعطي شيء بس شاطر انه كل شوي بيحكي معي بيقول لي نائب عقاب صقر والشيخ سعد الحريري نائب عقاب صقر والشيخ سعد الحريري هلكني يا زلمه هذا يعني عقاب يعني بمناسبة بدون مناسبة بزت اسمك بالنص بزت اسم الشيخ سعد بالنص قال لي هذا المرة قال لي يا عقاب هذا ما هو نفس القصة هو نفس هون يا اما دفشينون يا اما واحد هيك بعدين خلص اخر قصة قلت له خير نحن قصة يا زلمة والله
شيء برد القلب يا الله. بس اسمعوا اخر شيء قلت له تعال اقول لك هي نحن جاهزين شو بدك انت نحن جاهزين. عرفت وين الاستلام والتسليم وين بتسلمنا المخطوفين وكيف بدك تستلم المصاري هذا؟ طيب لك قال بي اني حذرته قال بي اني التسليم والاستلام معرة النعمان. قلت له شو خص معرة النعمان بالموضوع؟ قال هون بسلمك المخطوفين. شو معرفة النعمان؟ ايه؟ قال عشان مش عارف وين يعني. لا لا قال هون هون بسلمك يا هون. قلت له بس انا كأنه معلوماتي شوي. يا اما زلمه يعني بده هيك يشتغل على القصه ياخذ شيء بيكون فعلا يا اما مدفوش. لا لا مدفوش اكيد حبيبي عم يحط اسمك عم اقول لك بمناسبه وغير مناسبه. فعلا يعني بقول له كيفك بيقول لي الشيخ سعد الحريري. شو اخبار الاسره من النائب عقاب صقر؟ قلت لك قال له سلم لي على معرة النعمان. هلا هو تحنا معرة النعمان هذا امثاله خرب بيت. لك يا مش هيك بعدين المنطقه اللي امبارح عم يحكي فيها انه بتسقط وما بتسقط ومدري شو. خلص خلص انسى ليه؟ انا مفكره عزاز طلع المعرة. لك انسى خلص ما بترد عليه خلص. ليك هلا من هلا باي حدا بدا كلف في اي حدا من الشباب خلص بدا اخي عندك فيديو عندك شيء بعدني ما عندك شيء ما تحكينا ما بدنا نحكي. خلص بعد على عنوان سكايب له بعد الفيديو وبدنا الفيديو لا بعدني غيرك ما تحكي خلص. والفيديو اقل شيء يظهروا فيه ال11 المخطوفين كلهم لانه غير هيك ممكن يكونوا متقاسمينهم او شيء. لا خلص لا هيدا عم يلعبوا هول في ناس اخي ما عندها عم تضيع وقت وناس سيتي سامسر وما وبدنا نخلص. طب يلا يعني يلا انت عارف قصه ما خلص اعصاب صارت ليه 7 كيلو لا مش 7 4 كيلو بده يمشي 7 كيلو اليوم. طب يلا خي يلا بحكي يعني هلا خلص بدك تبلش انت ايه يلا خي بدك ما شاء الله يلا بحكيك برجع باي يلا باي, باي. هيدا شريط معرة النعمان اللي هن بيعتقدوا معهم الشريطين حطوا شريط الاول وسمعين الشريط الثاني قالوا قصده يحسن معرة النعمان. كيف عرفوا؟ لانه معهم الاشرطه كلها. الناس سالت طب ما قال معرة النعمان بالشريط الثاني اللي مخبينه اللي ما قدروا يقولوا شيء اقليميون. معرة النعمان الله اكبر. الحريري متورط عسكريا لدرجة أنه يطلب في هذا التسجيل حسم معركة معرة النعمان. ألو ألو سمعتوا شريط اللي عم يقولوا فيه يطلب حسم معركة معرة النعمان غير الوارد في التسجيل المزور ووارد في تسجيلات أخرى هي معهم ما قدروا يزوروها. وجميل قال بعد عم نشتغل وهن هالصبيان اللي طلعوا قالوا عم نشتغل بعد عنا أشهر وساعات اعملوا ما استطعتم كيدوا كيدكم واسعوا سعيكم كيدكم بدد وعقلكم هزيان وشطط. حمقى وصمت الأحمق ستره أو صمت الجاهل ستره كما قال الإمام علي. طبعا أنتوا حتتسألوا كيف صارت هاي القصة. هيدي الأشرطة سجلت من 7 أشهر بالوقت اللي انخطفوا فيه اللبنانيين وما كنا عارفين مع مين. صاروا يدقوا لنا عالم نحن معنا اللبنانيين نحن معنا نحن قررنا الكمبيوتر اللي معنا بيسجل كل شيء لبما بعد نقعد نقارن الاتصالات نقاطعها فيما بينها ونعرف مين عم يكذب ومين الشبيح لانه صار بعثوا لنا شبيحه. قالوا يا استاذ عقاب صقر انت والشيخ سعد الحريري بتبعتوا سلاح وانتم عظماء وانتم مدري شو عم يسجلوا لي. يا حبيبي ما بعت سلاح وفي او النعمان كنت شاك انه شبيح وتبين انه مش شبيح الزلم في بعض بس بعدين بقول له روح سلم لي عرستم غزالي وجميل حسن حتشوفوا الشريط اللي عندكم لا ابو النعمان. صاروا يدقوا لنا ونحن سلاح عرفنا انه عم نوقع فخ فصرنا نسجل للكل ونعمل تقاطع لنشوف مين المزبوط قبل ما نتعرف على ابو ابراهيم. اذا تلاحظوا عم اقول له مين انت من عند ابو ابراهيم هيدا ما كنت حافظ اسمه حتى لحد ما تعرفنا على ابو ابراهيم دقوا لنا ناس قطعناها معهم لانه نحن فصلنا بابو ابراهيم وتبين انه كل اللي كانوا قبل كانوا سماسره وبتتذكروا احد السماسره وقعنا وجبنا طياره وقالنا حيطلعوا مدري شو واعطونا مال وسلمونا مدري شو وما بعرف شو وطلبنا من الجيش الحر ساعدونا واجوا ناس من حمص ساعدونا واعطوهم اغراض واعطوهم اكل واعطونا وحنطلعهم جبنا الطياره وما طلعونا. تذكروها كلكم للحادثه هو كانوا عم يشتغلوا فينا مجموعه سماسره بالفتره الاولى. لذلك قررنا ناخذ قرار نسجل كل اتصال وسجلنا كل هاي الاتصالات. العبقر اللي اجى سرقهم اعتقد انه وقع على كنز اخذ النسخه الاصليه والنسخه الاحتياطيه واحد وما انتبه انه بس تكتب النسخه الاحتياطيه واحد في نسخه احتياطيه 2 3 4 5 9 ألف. طيب انا بدي اقول للي او لبعض اللي سمعت منهم عم يقولوا وشككوا بشيعيتي وسمعت انه بده يسحبوا يروحوا على مجلس الاسلام الشيعي الاعلى ويسحبوا عم اقول لهذا البعض
من أنتم لتشككوا بشيعيتي اللي اعتمدتوا عشريت واللي عملتوا عشريت؟ إن عليا براء منكم ومن تزويركم. علي صدق، علي رفض للتزوير، علي قال لله درك يا حق ما أبقيت لي من صاحب. بتكون تزوره وتقولوا على الآخرين تحرموا عنه شيعيتهم؟ من أنتم؟ لا شرف لعلي أن تنتموا له أو ينتمي لكم. أنا بعطيكم شهادات وبوزع عليكم شهادات وعلى اللفات بوزع شهادات، لأنه هذه الكلمة سمعتها فبدي رد عليها وبدي أقول لهم بعض تصرفاتكم ذكرتني ببيت لمظفر النواب: أنبيك عليا لو عدت اليوم لقاتلك الساعون إليك وسموك شيوعية. هذه تصح بهذا الزمن السيء الرديء يوم يطالب الفجار بحق علي والحسين، يومها تسلم في الشيعة 100,000,000 سلمة. بدي أقول لشخص كان من محركي ومدبري وناشري هذه الفضيحة ومن الذين مولوا هذه الفضيحة: غريب أمرك، كم أنت صغير ولكنك كبير الكذابين وكبير الشبيحة وشيخهم. يا كذابا لم أرى مثله كذاب في حياتي. لو صحت الأسطورة حول الكذب وطول الأنوف لكنت في الرابي تصلي وأنفك بالضاحي يطوف. يا شيخ الكذابين، أردت أن تصلبني وأذكرك بقول المسيح بوصيته التي أخذها عن موسى: لا تكذب، وبالوصية التاسعة: لا تشهد شهادة الزور. يا مزور يا كذاب، طلعت تصلبني من الرابية وأنت تحمل صليبا مزيفا، صليبا مزيفا بقلبي يضاص ويدي نص الشمال وعقلية يوحنا الإسخريوطي. أنت من باع السيادة واليوم تبيع دماء الناس بخمس من الفضة بعدما بعت نفسك بأرخص الأثمان. بكفي عليك الأد، هذا حجمك، وبعد اليوم لا حجم لك. ومنيح أنك اعترفت، عملت لك معجزة واعترفت بشهادتك بالكونغرس. قلت شهدت بالكونغرس، صلك ناسيها 5 سنين، شهدت بالكونغرس طبعا. بالكونغرس شهدت لمحاسبة سوريا الشعب والنظام. اليوم انحزت، وكان الشعب يتحاسب أكثر، اليوم انحزت للقاتل ضد الشعب. اليوم أنت مع النظام مع الأسد ضد الشعب. أنا برأيي أنت لا مع الشعب السوري ولا مع الأسد، أنت مع الكرسي وتعبد الكرسي، وأينما مالت ريح الكرسي تميل. هذا دورك وهذا حجمك. وأنا أعتقد أن سعيك ولا الكرسي دفعك إلى التهور، فأخطأت بقول المسيح وخلط بينه وبين بشار، لذلك أنت اليوم حليف مع من يقول لا إله إلا بشار، لأنك وضعت المسيح مكان بشار وقلت وخيل لك أنه الحق والطريق إلى الكرسي، بينما المسيح الحق والطريق إلى الحق. مش مشكلة. اليوم عندي سؤال بدي أسأله أطرحه على الرأي العام اللي اشتغلوا بهذا التزوير: هل أدركوا ماذا فعلوا؟ هل أدركوا أين أصبحت صدقيتهم؟ أنا واحد من الناس رجعوا لأرشيفي لما طلع السيد حسن نصر الله وعرض أشرطة الطائرات الاستطلاع الإسرائيلية حول السان جورج. أنا الوحيد اللي أعطيت جريدة السفير وعشرات الصحف أننا نعتبر هذا الدليل دليلاً قيماً ويجب أن ننظر به بكل جدية من كل فريق 14 أذار، مع أني لم أكن مقتنع كل الاقتناع. لكن اليوم ماذا سنقول عن هذه الأشرطة اللي عرضها السيد؟ إذا بتزوروا بهذه الطريقة وبتفبركوا بهذه الطريقة وبتعملوا بهذه الطريقة، أسأتم للسيد وأنتم تقولون أن الإساءة لصدقيته تخدم إسرائيل. والإساءة من اليوم؟ أسأتم له أعتقد بهذه الأشرطة، أسأتم له عندما أعطيتوه شريط كاسنجر، تصريح كاسنجر الشهير المزور،
وأسأتم له وكذبتم عليه عندما قلتم له أن حمص ما فيها غير طلقة رصاص وكانت حمص تدك من المدفعية الثقيلة. واليوم أسأتم لصدقيتكم. والحمد لله أني بعثت مع بعض الأصدقاء. أقول رجاءً فليتورط الصغار وصبية حزب الله وأعوانه، ولكن حذاري أن يتورط السيد فلا أحب له هذه التوريطة. بعدت مع أحد الأصدقاء ليس لأنني أدعي حباً له أو أنا لا أبالي ولا أهتم، ولكن حتى لا يقع بهذا الفخ فتكون خدمة لإسرائيل لا أريد أن أقدم خدمات لإسرائيل. فهذا الرجل مهما كان رمز لمواجهة إسرائيل لا أريد أن أكون سبباً بالجرح به والطعن بصدقيته. والرسالة وصلت، أبعدوا السيد وافعلوا ما شئتم أيها الصبية. قلت لهم خلوه يبعد عنها لأن بدي رد بعنف. الحمد لله، ولكن هيدا أيضاً برسم السيد. طبعاً مرقوا على التلفزيونات، التلفزيون الدمية، جريدة الإخبار، تلفزيون الدمى السوري، و تلفزيون الليموني المسمى OTV الليموني المعصورة ومهترية. صارت اليوم تصور لازم يحطوا مسيحات بعد اليوم على التلفزيون، وجريدة الإخبار لازم تصدر نسخة نايلون مش ورق لأنه الناس بدها تمارس ما يجب أن تمارسوا على هذه النوع من الصحافة الهابطة الدنيئة المزورة. اللي قلت بالمقابل أنكم مزورون وستقعوا يا أغبياء ووقعتم قليل، قلت لكم رح توقعوا ورح أذكركم وذكرتكم اليوم. بدي أقول بهذه الطريقة صنعتم مجداً زائفاً زائلاً وحطمتم صدقيتكم عندما اعتقدت أنكم تحطمون صدقيتي، ولكنكم ارتكبتم خطأً فادحاً لن يغفره التاريخ ولن ترحمه الأجيال في المستقبل وما بعد 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 المستقبل. اليوم إذا بتقولوا السماء زرقاء رح نغير شعار المستقبل نعمله السماء خضراء، ما بقى حنصدق إنه السماء زرقاء، ما عاد حدا يصدقكم. اليوم إذا بتجيبوا 5000 راس مقطعين وبتقولوا حيقولوا أنتوا قطعتوهم، خلص انتهت صدقيتكم. اليوم انتهينا منكم، وأنا كنت ساكت كل هالفترة وانتهيت منكم لأنه لازم تنكشفوا بقى كل هالأكاذيب. عملتوني عدو للنصرة وأنه بدي قتلوني النصرة وبدي قتلني النظام وبدي قتلني اللي شغلني ومخابرات أمريكية وقال الأتراك زودون فيها ودخول بوتين على الخط. شوفوا المقالات أنتوا بوتين ولرجاني إجوا على تركيا وبيعوه وساوموا عليه، وبندر بن سلطان أعطى أمر بتصفيته، سعد الحريري قال له لا خليه جمعتين زيادة وبعتوا له جيمس بوند. خلص بقى صرتوا بتضحكوا، من هلأ بالرايح ينضحك عليكم وحتتحولوا لدمى على مسرح الكوميديا السوداء. فأتوا كل شيء، فأتوا حس المبادرة، فأتوا ما كان تبقى لكم من صدقية بغبائكم وحقدكم وإجرامكم. اليوم بدي أقولكم أنه اللي عملتوه منه قليل ومنه بسيط ورح يطرح أسئلة كتير كبيرة، لكن أكيد بعد ما نفل حتيجوا تقولوا للعالم بس ما هو اعترف بالشرق الأوسط وقال. أولاً أنا قلت لزيدكم في التخبيص تخبيصا وفي الحفر حفرا اضافيا، لكن يا حمقى يا اغبياء ولكم لا بتقروا، واذا قراتم لا تفهموا واذا فهمتم لا تستوعبوا. انا قلت هذا صوتي وهذه كلماتي، ما قلت هذا التسجيل المزور تسجيلي، ارجعوا للشرق الاوسط. قلت نعم هذا صوتي وهذه كلماتي وعن كلماتي لا أتخلى، نعم أكرر هذا صوتي وهذه كلماتي وعن كلماتي لا أتخلى، وهذا تزويركم وهذا حقدكم وعن تزويركم لن أسكت. فهمتوا هلأ شو بتعني الشرق الأوسط يا حمقى؟ ريتوا ما فهمتوا؟ فهمتوا ما استوعبتوا؟ وقلت لكم بالشرق الأوسط هذا دفاع عن لبنان أولاً وعن حقوق اللبنانيين، يعني عن الـ11. قلت أكيد حدا منهم حيقرأ ويفهم. يا عمي صارت واضحة، حتى في أحد النواب، نحن ما مخبرين حدا، اللي بيعرفوا بفريقنا أقل من أصابع اليد الواحدة ولا نوابنا، ولذلك شفتوا هذا التخبط النواب ضعوا. أحد النواب طلع كاد يكشف الأمر، قال أكيد عقاب عنده تسجيلات إضافية هو ما عارف شيء، صار يحلل. واحد طلع قال لك هيدي عملية دليفري، ما مشاكين بالموضوع إنه مبين فيها شيء غلط، كاد أن يكشف القضية.
طلع له اي المقداد عن يو تي في قال لهم هيدا صوتي مش صوت سعد الحريري، وقال لهم هو قال هذه كلماتي. وقف حمار الشيخ المعتزلي في العقبه. طيب ما في مجال، اذا بدك تطلع تشربوا نياب بالملعب عم ينتبهوا له. يا حبيبي قالوا هؤلاء عم لكم هذا صوتي وهذه كلمه. قالوا ابدا، اعترف بانه قتل وارهابي. طيب السؤال الثاني، بيقولوا انه انا قمت بعمليات تفجير، ذكر التلفزيون السوري، ذكر الاو تي في تفجيرات ومدري شو، ذكر التلفزيون المنار اللي يجب ان يغير اسمه، بس مش حغيره كثير انا بالمنار، فيني غيره بس بدي غيره من المقاومه والتحرير الى المقاومه والتحريف، هي مبدئيا لانه حرف وشبع تحريف، بس احتراما لذكر كلمه المقاومه مع انه اساءوله وخلص نهوها بهالكذب والفجور. بيقولوا انه مسؤول عن التفجير وحاطيني بغرفه عمليات مخترعين براسهم وتفجيرات قدامي ولو دمها هيك بالتقرير. يا حبيبي اي تفجير؟ اي تفجير يا حبيبي؟ وين في تفجيرات بهيدي؟ صار يقولوا وين في تفجيرات؟ وين في ذكر؟ حتى اللي طلب مني ما طلب مني متفجرات، طلب مني سلاح. تفجير وخطف اللبنانيين، طب منين زتون هول؟ هون بدكم تنتبهوا شو اللعبه. خلونا نرجع نذكر، لانه الحزب الديمقراطي العربي الاشتراكي تبع رفعت عيد اتهمني انه انا مسؤول عن طرابلس. خلونا نتذكر انه انتم ونحن سمعنا بعد النشر لتشوفوا غرفه العمليات الوحده امنيه سياسيه اعلاميه عسكريه متناغمه، ثبتت لكم انه كان معهم كل الاشرطه وزوروا فيهم، انه زوروا بصوت معين وقالوا صوت سعد الحريري، يعني مما يدل معهم كل الاشرطه الاعلام، يعني كل الغرفه مترابطه مع بعض وعارف شو عم تعمل. تاني يوم النشر يقوم اكيد احد الشبيحه باستدراج الشباب بطرابلس الى كمين، كانوا اكيد محضرين له من فتره لانه واضح مستدرجين. نزل التسجيل، استدرجوا الشباب الى سوريا وتم قتلهم. وقيل هذا عقاب صقر ارسلهم. ليه؟ لازم تولع سني شيعي، تولع علوي سني. وقالوا بالتسجيل عقاب صقر بمدعوم من سعد الحريري خطف الشيعه. كمان إذن زعيم السنة خاطف الشيعة، عقاب صقر بعت إرهابيين يتقتلوا، مين اللي بعتهم؟ اللي بعتهم اللي غشهم وأخذهم، وأنا ضد أن يروحوا ومدان الذهاب للقتال في سوريا. أهل سوريا أدرى بشعابها وعندهم رجال أشداء، بدهم سلاح ما بدهم رجال، بيوزعوا رجال على المنطقة كلها السوريين، فما حدا يروح لعندهم. ولكن الخطورة أنه نفس الغرفة تسجيل مزور لهون، إرسال الشباب بعد ما استدرجوا بكمين إلى الداخل لقتلهم. اليوم هذا الكلام ليش؟ مش ليطلعوا أهل طرابلس ويقولوا أنتوا قتلتون، لا، هذا الكلام بيقول لأهل طرابلس اللبنانية أن نظام الأسد يريد الفتنة في لبنان وبعض حلفائه يسعون إليها بأيديهم وأرجلهم. علينا أن ندرأ هذه الفتنة، وأنا بالتسجيل لأول مرة إذا عرض حيتسنى تشوفوا شو بحكي أنا على التليفون اللي بحكيه برا. بدنا ندرأ الفتنة، بدنا نمنع الفتنة، بدنا نطلعهم بأسرع وقت. رئيس الحريري جانن مع منين بده يطلعهم؟ في فتنة عم تضرب بلدنا ما بنسمح فيها، ما بنقبل فيها. والآخرين أخذوا الشرطان وحولوها لأنه أنا عم بصنع فتنة وعم بخطفهم. يا عيب الشوم على الشوارب، على اللحى، على الجباه المعفرة بتراب التزوير. لحتى تنفهم العملية كيف كانت عم تنطبخ. لتكتمل أكثر ويمكن وضح مرحلة تانية، وأعطيكم إشارة يا أيها الأغبياء يا أيها الحمقى، ثلاث مجموعات وصلت على تركيا لتنفذ عمل ضدي، وهذا كلام رسمي بلغت به تقريبا بنفس الفترة. ليه؟ لأن التلفزيون السوري قال مشغليه سيحولوه إلى جثة هامدة، ولأنه أحد الصبي قال أنه عنده مشاكل مع النصرة، وجريدة الإخبار كانت ناشرة أنه أنا عندي مشاكل مع القاعدة قبل بأسبوع، وأنه أنا القاعدة عم تهرب مني وتغير أسماء قياداتها لأنه أنا عامل حواجز بسوريا بيعرفوا الاسم، كان اسمه أبو حفص عمله أبو جندل غير البطاقة. كذب ودجل وحماقة بالدجل وأغبياء تصدق. هيدي مشكلتنا بالعالم العربي وهي مشكلتنا بلبنان. اليوم انا بعتبر فضحت كثير، عم منشر غسيل لبناني ما كنت حاب انشره سوري، بس للاسف انه في جمهور بعد بيصدق هالاكاذيب. مش قالوا انه انا عم لاحق ناس بالنصره وطالب واحد اماراتي واضطروا يغيروا له اسمه القاعده؟ يعني شو بيسموا القاعده؟ ابو جندل عملوه ابو حفص ليهربوا مني باعتبار انا عندي حواجز بياخذوا البطاقات. شو اسمك؟ ابو جندل. صف على اليمين بيطلعوا، لا نحن طالبين ابو حفص. انتهينا. يا عيب الشوم، لك يا عيب الشوم على اللي بيصدق، مش عيب الشوم اللي بيكتب بلا شرف ومرتزق وقاتل مأجور. ولذلك سميته مش إعلامي، ولذلك اليوم اتخضعته لتفتيش إضافي. ما تعتبوا علينا، لكن لأن بين الإعلاميين قتلة مأجورين وسفاحين ومرتزقة
وقد أريتكم نموذج منهم، فلذلك شدد التفتيش عليكم. طبعاً جريدة الإخبار اليوم قالت أن أنا سهلت لكم المجيء لهون. هل في حدا منكم يرفع إيده ويسأل أنا سهلت لحدا منكم يجي؟ يعني أنا قبضتكم، أنا قبضت حدا، دفعت تيكت لحدا، اتصلت بحدا؟ طبعاً غير أصدقائي عباس ناصر اللي إجا بصفته الشخصية صديقي وأخي. طب هي كذبة أنه أنا سهلت لكم، لكن الكذب لهلأ. وشو علقانين وقايلين بعدد اليوم؟ شوفوا، قايلين بعدد اليوم سيخرج عقاب صقر ويقول أن هذه الأشرطة كنت عم فوض فيها من أجل اللبنانيين. ليش قايلين هيك؟ لأنه عارفين أنه أنا هاي الأشرطة من أجل اللبنانيين، بس متأكدين أنه ما معي نسخة، فحاطلع قوها فيها كلكم والله كانوا مجال اللبنانيين. وهن قاعدين عم يضحكوا ورا ما كاتبهم لقطينه يا حمقى، تركتكم في غيكم تعمهون. لا اكشف للرأي العام اللبناني كيف تتم عملية اغتيال سياسي وجسدي من الألف إلى الياء، من التخطيط إلى التدبير، من السرقة، تدبير يعني السرقة، إلى الفبركة، إلى الحملة الإعلامية الإعلانية، إلى الإعلام، إلى التغطية فيما بعد، يخرجوا بقى بعض ويقولوا هذا عنده مشكلة مع القاعدة ودي يقتلوا المشغلين، ثم يأتي التفجير بالمجموعات اللي وصلت. هكذا تتم عملية التفجير. بدي خبركم وريحكم، إذا كنتم تعتقدون أيها المجرمون، أيها المجرمين، أيها الحمقى، إذا كنتم تعتقدون أنه يمكن القضاء على سعد الحريري أو علي بشريط مزور فأنتم واهمون. تحتاجون إلى عبوة من العيار الثقيل كما وضعتوها لوسام الحسن وأكبر، لكن شريط مزور ما بيقضي علينا، وأنا عم بقصد اللي خطط للعملية، ومن خطط موجود في سوريا حتى ما حدا يلتبس. واضح لمين عم قول؟ كما بعثتها لوسام الحسن عليك أن تبعثها لنا. شريط مزور ما بينفعك، بدك عبوة كبيرة أو مجموعات المرتزقة اللي بعتها، بس شرطان ما زبطت معك وانكشفت. وبدي أقول لهؤلاء المرتزقة، بدي استعمل لهم مصطلح علوي حسيني، بدي أقول لهم أتهددوني بالموت يا أتباع الجزار؟ نحن قوم الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. هاي بقولها عن صدق وإيمان وقناعة. ويوم ستفعلوا فعلتكم، إذا كنت قادر أحكي، وإذا ما حكيت سأقول لكم ما قال علي بن ملجم يوم الضربة الآسمة: فزت ورب الكعبة، لأن نفسي مطمئنة أنني بمواجهة مجموعة من شزاز الآفاق الذين باعوا الدين والدنيا والأخلاق والضمير بخمس من الفضة. نعم، بخمس من الفضة. هذه حقيقتكم، هذا كيدكم، وهذا فشلكم أيها الخائبون، أيها التافهون. واليوم أنا أستطيع أن أنعي وسام الحسن وأقول له: نم قرير العين يا وسام، فالذي حمل عليك بالصحف وغطى جريمة قتلك وحولها فيما بعد إلى جريمة فضائحية وإلى علاقات غرامية يكشف اليوم أمام العالم، وتبدو اليوم عليه علامات الوهن. واليوم أقول لك يا وسام الحسن: كيدهم وفجورهم وتزويرهم وجبروتهم تحت خدميك، نم قرير العين. اليوم أنعيك يا صديقي، ولم أنعيك قبل اليوم، كنت ناطر لأنعيك بهي الطريقة. وإذا كنتوا مثل ما قلتوا بعض الصحف سميتوا هيدي العملية عملية صقر المجروح، فأنا أقول لكم هذه عملية الوسام المضادة، لأن روح وسام الحسن ستلاحقكم، وكما كشف مؤامرة ميشيل سماحة لقتل اللبنانيين كشفنا مؤامرتكم اليوم لإحداث الفتنة واغتيال اللبنانيين. فبالحالتين حاولتوا تقولوا الحريري صقر مقابل سماحة مملوك، سجلوا سماحة مملوك لأوتيفي الإخبار ميشيل عون بشار الأسد، فضيحة إضافية وجديدة. إذن صاروا فضيحتين لألكن ومرتين بتمسكوا، وهذه روح وسام الحسن، ونهديها له ولروح حمزة الخطيب الذي قتل أول مرة وقتله الإعلام السوري عندما قال أنه مغتصب وهو صبي عمره 11 سنة. هذا انتقام لزينب الحسن التي قطعت وقتلت وقطعت 100 مرة
ثم بعث بشريط لها بعد موتها لأمها عبر الإعلام السوري. هذا انتقام، وأنا أعرف أنكم اليوم ازددتم إصراراً على التخلص مني، وأقول لكم لا أخافكم، نحن قوم لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، لا نبالي، كيدوا كيدكم واسعوا سعيكم لن تفلحوا. وبدي طمن، الثورة السورية ستنتصر، وعلاقتنا بالثورة السورية بهو الشرطان تبع السبع أشهر ولهلا وقبل وبعد عميقة وكبيرة وعريقة وأكبر مما بتتخيلوا، ولكن الأكيد أنها أصغر بكثير من حقدكم وأكبر بكثير من نفسياتكم المريضة الدنيئة المزورة. وعلاقتنا بالثورة السورية نفتخر بها، وهي وسام يوضع على صدورنا ويشرف جبيننا ويرفع الرؤوس. هذه الثورة ستنتصر وهي منتصرة، وبنصح الأسد أن يذهب إلى فنزويلا بأسرع وقت، لأنه حتى هو ما بنحب له الموت، ما بنحب الموت لحدا، نحن بدنا السلام. وبمناسبة بدنا السلام بدي أقول لحلفائنا قبل خصومنا، يا جماعة نحن ما عم نقول نحن مع الثورة السورية لأنه بدنا نسقط الأسد ونرجع على الحكم، يا أغبياء اللي عم يفكروا بهالطريقة، لا، نحن عم نقول نحن مع الثورة السورية من أجل لبنان أولا من أجل الحق، لأنه في ناس عم تذبح كما لم يذبح شعب بالتاريخ، ومن أجل الحق، حق اللبنانيين بالعيش، من أجل أن نتمكن أن نتنقل ببلدنا من دون سيارات مصفحة، من أجل أن يخرج الشيخ سامي المزروب ببيته ويعمل مقابلة باستديو، من أجل أن يذهب الرئيس بري إلى عيد الاستقلال بسياراته مش بسيارة مرسيدس مكرعة، لأنه خايف أن يقتل، وأكيد من أجل أن يطبع صبية وأطفال وسام الحسن قبلة على رأس والدهم على الأقل بعد موته، مش أنه يتشقف بالطريقة. هيدا اللي بدنا إياه، بأننا نساعد السوريين على أن يتخلصوا من هذا النظام، مش عم نتدخل نحن، هذا النظام ما وقف عن قتلنا، لذلك نحن هذا عم نطلبه. وأكيد بسألك يا دولة الرئيس بري، أنت وليد جملاط والآخرين، أنتم متخبيين ببيوتكم وسعد الحريري برا وأنا برا، ليه؟ مش لأنه أنا بدي أقتلكم سعد الحريري، ولا لأنه جيش الحر بدي أقتلكم، لأنه جيش الأسد بدي أقتلكم، أنتم بتعرفوا هالشيء. هيدا عم أقولها للحلفاء والخصوم، وعم أقولها للأبطال وللخصيان اللي ما بيسترجوا يقولوا وبيعرفوا. بدي أقول لهم الثورة السورية منتصرة، وبدي أستشهد بقول لمارتن لوثر كينج بيقول أسوأ مكان في الجحيم محجوز لهؤلاء الذين يبقون على الحياد في زمن المعارك الأخلاقية الكبرى. اليوم هو زمن المعارك الأخلاقية الكبرى، واللي بيوقف على الحياد وبيحاول ينقى بنفسه هو مجرم بالصمت وبالمشاركة بهذا الصمت. ونحن بعد اليوم لن نصمت، يا فريق العار، يا فريق التزوير، يا محور المخادعة، ولنا معكم جولة جديدة بإذن الله، ويعطيكم العافية. وأي سؤال أنا جاهز. ولكن بمعرض إنكارك للتسجيلات كمان أخذنا عن محل ذات، هو أنت عم تعرض لنا التسجيلات كمان ممكن يكون جزء منها، أنا عم فكر بالطريقة اللي حضرتك عم تحكي فيها، ممكن يكون جزء من هذه التسجيلات أيضا مفبرك ومسجل بمرحلة لاحقة بينك وبين الأستاذ زهير مقداد، في جواب على هذا الموضوع وبيني وبين أبو النعمان؟ ممكن. أنا أول شيء كشفت لك بتسجيلات التزوير بالتسجيلات اللي عرضت، وقلت لك في تزوير بالاجتزاء. أنا أدعو، رح نسلمكم هلأ الأشرطة، أن تؤخذ إلى كل مختبرات العالم الكرة الأرضية كلها، وإذا ثبت أن في هذه التسجيلات اللي قدمنا لكم إياها 1 بالمليون شك، أتحمل المسؤولية كاملة. طيب هذه النقطة الأولى اللي لا هي وقف وأتحدى وأقول وقف ولا بوقف على وقف الحديث ولا كفي. أوكي تفضل، فيك ضلك قاعد. شكرا. بدي أقول لمدعي عام التمييز وهو صديق حاتم ماضي، بدي أقول له أنا تركتك تفتح دعوة وانت صديقي، ما اتصلت ولا حكيتك، إن لم تكمل بهذه الدعوة أنصحك بالاستقالة.
وانت تعرفني وانا اعرفك. انت قلت بدك تضم المؤتمر الصحفي للدعوه، ضمه للدعوه. طبعا بدي انصح تلفزيون الليمونه وجريده الاخبار، وطبعا تلفزيون الاعلام السوري ساقط اصلا، يعني ما فينا نفرع عليه دعاوى، ان يكسروا من المحامين ويقللوا من المراسلين. بدي يصرفوا مصاري كثير على المحامين. دعاوى حتكون عما نشروه وعما استند اليه، وحتى سألاحقهم على التعليقات اللي شتمتني ونكشت قبور اهلنا انا والرئيس الحريري، حتى التعليقات اللي صدرت بكل الانترنت حلحقن عليها. طيب. بيتحملوا مسؤوليتها. بس بشكل سريع منشان الزملاء، انا الشيء اللي بدي اقوله بشكل اساسي انه هذه التسجيلات الصوتيه، انتم قبل بموضوع مثلا الوزير سماحه اعتبرتوا التسجيلات الصوتيه دليل، واعتبرتوا انه خلص حتى ما عنده مجال شخص لو رجع عن اعترافاته او قال انه هذه التسجيلات مجتزئه، رفضتوا الفكره كليا. هلا حضرتك عم تحكي هذا الكلام وانت حر طليق. الجو ببيروت عند اشخاص معينين انه في تسجيلات اكثر موجود فيها الرئيس الحريري وموجود فيها اشخاص اخرين، هيدي نقطة. ممكن هذه التسجيلات تعرض لاحقا، ترجع حضرتك مثل ما قبل كنت عم بتقول لا انا ما لي علاقة بالسوريين الا بالدعم الانساني عن بعد، بعدين بس عرفت انه في اشرطة نشرت صورة تستبق الموضوع، هلا عم ترجع تستبق الموضوع. يعني فتنا بلعبة بدوامة بالاخر. حتى حضرتك قلت انه موضوع انه اذا عم لك علاقة بالسلاح ممكن تقتل حالك، انه صورت لنا اياه كمان بطريقة مش كثير مقنعة انه هو كمين لهم. يعني كمان هلا ممكن اذا عم بتقول انه لا ما في تسجيلات وبتحداهم ورجعوا بكره برزوا التسجيلات، تقول ايه ما انا كمان بهيدا المؤتمر الصحفي اللي بتركيا كنت عم بعمل هيك توقعهم بفخ. يعني انت كمان اخذتنا على محل ما بعرف قديش. يعني هلا انا خليك عم تسال سؤال علقته ساعه، خليك شوي. لا يعني انا ما علقته ساعه، انت حكيت ساعه ونص ونحن بدنا انت عم تقول لي هلا طلع معك بعد كل هالخلاصه انه انا عم باخذك لعمليه تزوير. لا انا ما قلت هيك. لا انا ما قلت هيك، ما قلت انا عم بقول فتنا بمحل انه كل تسجيل مضاد بده يكون. طيب خليني اعطيك فكره ثانيه. هلا بيجي واحد بيقتل بسكينه، بيجي انا بقول لك قتل بسكينه بس ما قوس الفرد، والقتل بالسكينه هو جريمه غير فرد اللي بس بلكي واحد ثاني قوس الفرد، وبلكي بعد جمعه واحد قوس انا عم اقدم لك اشرطه مزوره وعم اقول لك هذه مزوره، هل هي مزوره او لا؟ بينت لك بالصوت والصورة أنا مزورة. هل هني زوروا بكلام أو لا؟ اللي ما بيقتنع واللي بعد بده يقتنع بكلامهم هو واحد من اثنين. وعم بحكي مش عم معك، عم بحكي اللي بعد بده يقتنع بكلامهم. أنت صحافي جيد. اللي بعد بيقتنع بكلامهم واحد من اثنين، إما مجرم مثلهم وإما حمار. طيب أنا في حال تاني. أوكي. لأنه أنا أعطيتك تسجيل وأعطيتك التزوير، وأنا قلت هذا التزوير، قلت لك انا حطيت الفرد وقلت بحطه اذا صرت تاجر دم، هني قالوا اذا صرت تاجر سلاح، انا قلت حتى زوروا بهذا اللقاء، ولكن انا عم اقول لك هني كانوا مخبريني قبل وطلعت بالمقابله، يعني لازم يفهموا انه انا طالع بمقابله بعد ما خبرتوني باسبوعين، يعني ما بتنتبهوا انه انا طالع لاستفزكم، لكن حمقى. طب استاذ عقاب شغله اخيره، حضرتك عم تقول اهل سوريا ادرى بشعابها، انا ما بدي ناقشك بموضوع الشرايط، بموضوع اهل سوريا ادرى بشعابها، ما بتعتقد حضرتك انه الشعب اللبناني وقت اللي انتخبك نائب تتكون موجود بمجلس النواب بغض النظر عن موقفك السياسي اللي هو حق لحضرتك، وسواء كنت مش قادر تكون بلبنان لاسباب امنيه او غير امنيه، ما بتنطر الناس بلبنان المؤيده والمعاده للنظام السوري انه بالاخر تشوف انه في نائب لبناني مهتم بموضوع السوري بهذا الشكل ومتواجد على الحدود بشكل دائم بالوقت اللي بلده فيها مليار مشكله، والاولويه للناس اللي انتخبته مش للشعب السوري، مع احترامنا للمؤيدين والمعارضين من السوريين. ممتاز. سؤالك بدل على انه انت سهيت شوي خلال العرض. لا. اذا ما سهيت خليني اذكرك. انت صاير اجريسيف على الصحافه مع العلم حضرتك لا صحافي. اسمعني انا صحافي بس مش حنقبش عليكم، على الصحفيين المرتزقه، اسمعني شوي. انت سالتني سؤال، اسمعوا منيح اللي بكون موجود، عم تقول لي انت مش مهتم بلبنان، وانت هلا اللبنانيين حيقولوا هذا مش مهتم بلبنان وكذا وكذا والى اخره، واهالي زحله اللي بوجه لهم تحيه حيقولوا مش مهتم بلبنان. انا حاطرح عليك سؤال، اربع اشرطه من خمسه سمعتها تتعلق بالمخطوفين اللبنانيين، هودي شو؟ هودي من كوكب اخر ولا لبنانيه يا خيي؟ طب انا حامل حالي وجاي وسعد الحريري عم يسهر الصبح مثل ما نقول بالتسجيلات ليطلع 11 لبناني يمنع فتنه، هي خدمه للبنان ولا لسوريا؟ طيب هيدي باي ما بتطلع خدمه للبنان، ليه وزير الداخليه بس يجي عادي؟ ليه عباس ابراهيم بس يجي عادي؟ ليه انا بس اجي؟ لا، لانه ممنوع انا اتدخل بقضيه. ليه؟ لانه هي معتبره قضيه شيعه مش لبنانيه، وانا مفروض اصور على اني عدو الشيعه. هيدا المزعج. اربع تسجيلات من خمسه عم ببحث عن اللبنانيين وبترجع بتقلي ما عم تهتم بلبنان، وواحد منهم مساعدات انسانيه للشعب السوري. اي اللي انا
صممت علي انطلاقا من قناعتي بالرئيس حافظ الأسد، شعب واحد في بلدين. هلأ صاروا جماعة المخادعة، بطل المؤمنين شعب واحد في بلدين، صار الدعم السوري تهمة، صار إعطاء الحليب لأطفال سوريا جريمة، صار زيادة البقوليات عملية إرهابية. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. أنا على كل حال لما بروح لأدعم الشعب بسوريا أنا عم أشتغل للبنان. قلت لك ليه؟ لأنه عم نعمل اقتيال بلبنان، لأنه أنا طالع من لبنان لأنه بدي أقتل قبل الثورة السورية. وهيديك المرة استشهد الشهيد وسام الحسن، بس أنا أيضا لما عم بطلع عم رد خدمة للشعب السوري اللي استضاف أهل جنوب، كل أهل جنوب بقلب سوريا. اليوم أنا بدي رد الخدمة، هل ممنوع لي أن أرد الخدمة للشعب السوري؟ من العار أن أسأل لماذا أساعد الشعب السوري وأخرج اللبنانيين؟ هذه أكبر خدمة للبنان، وهذا من صلب عملي في لبنان، وهذا يشرف أي نائب لبناني كما يشرفني. ومع ذلك أعترف بتقصيري حيال الملف الداخلي اللبناني، وهذا تقصير سأحاسب عليه وأنا قابل للمحاسبة. أستاذ عقاب، تفضل جاتك. أستاذ عقاب أنا عندي سؤالين. أول سؤال بس إذا بتقدر تفسرنا كيف تمت سرقة الأشرطة اللي تسربت للإعلام؟ يعني أول شيء الجهة اللي سرقتها، هل دخلوا على الكمبيوتر أو هل أنتم مخروقين لتسربت هيدي الأشرطة؟ وتاني شيء ما دام حكيت عن المخطوفين اللبنانيين، وين صارت قضية المخطوفين اللبنانيين؟ وهل لازلت معلقة لأنهم مثل ما ذكرت حضرتك بالأشرطة أنه هن بدون سلاح وأنتم ما عم تقبلوا تعطون سلاح؟ يعني شو اللي صار؟ بأي مرحلة صارت؟ لا خليني منيح سألتيني. أولا بالنسبة للعملية نحن عنا كمان مسلسل نعرضها مرة تانية، خليها مش حنقول كل شيء هلأ، خليهم بلكي بعد. عطينا شيء بأول حلقة. قلت في سرقة، قلت في سرقة، بعدين نكشف القصة بكرة من بتبين كيف السرقة. هلأ قلنا في سرقة وعطينا شيء. طيب الجهة اللبنانية ولا غير اللبنانية؟ بكرة ببين، مختلطة بكرة ببين. هلأ الشغلة التانية، أنت عم تسأليني عن قصة اللبنانيين، سألتي إنه طلبوا أسلحة. نحن عم نرجع نذكر هيدي التسجيلات بمرحلة من 7 أشهر أول ما صار الخطف، بعد ذلك لم يطلب خاطفين اللبنانيين الحقيقيين يعني أبو إبراهيم وجماعته أي سلاح، وعرضنا عليهم مصاري أو لا. كانوا عم يطلبوا مطالب سياسية وأخذونا وجيبونا عشرات المرات على مطالب سياسية ومعظمها خارج قدرتنا، من نوع أخفال بعد التلفزيونات الكذابة، لأنه طب هلا بشوف الواحدة بزاد بجن. يعني قلنا له نحن نتمنى إنه كل اللي بيحبوا حقيقة واحد تقفل هالتلفزيونات، بس ما بتقفل، ومن نوع انه حزب الله يغير موقفه وما يعني طلبوا شغلات معجزة. في مرات وصلنا لنتيجة معهم ومرات نرجع نتراجع. طيب هلأ شو اخر مرحلة؟ لحد هلأ لازلنا بعملية تفاوض، ولكن الاعلام الرخيص كان بكل مرة، وانا ما بتصور كانوا حيطلعون يمكن، بس بكل مرة كنا نتقدم كانوا يطلعوا خبرية يرجعون عطوهم مصاري قبضوهم اشتروهم مدري شو، يرجعوا له هن ها عم يحكوا عنا هيك بطلنا. وانعقلت عدة مرات هيدي. الاعلام الرخيص المجرم السفاح المزور ساهم ايضا بإطالة امد بقاء اللبنانيين مرحلة مراحل. مش هو المسؤول، حتى انا ما بكذب ما بدي غش، بس هو مساهم، وانا قلت لأكثر من الاعلام انتم ساهمتوا بزيادة تعقيد هذه القضية. تفضل استاذ بسام. الأشرطة يلي قال مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي انه بده يفرغها طلب من المباحث الجنائية تفريغها، هي الأشرطة يلي بثت ببيروت. يعني هيدي الأشرطة مثل ما قلت حضرتك ممكن تكون مجتزأة او صاير فيها اكيد مجتزأة لعبة مونتاج. هل رح تزودوه بداية بالأشرطة كاملة لمدعي عام التمييز ولا رح تنطره؟ انا رح زوده اياه بطريقتين، حابعتها مباشرة لمدعي عام التمييز، تصور لازم تكون هلا مشيت يعني، وسأتقدم بدعوى مستندا على هذه الأشرطة حيال كل من يظهر متدخلا متورطا مخططا مغطيا على هذه الجريمة وهذا التزوير الموصوف والدنيء. طيب في شغلة يعني سمعناها هلأ كمان بالأشرطة، ما بعرف يمكن أنا إنه ما فهمتها مزبوط، بس السؤال الأساسي إنه ليش حضرتك يعني فت معهم بحديث له علاقة بالسلاح؟ شو كان السبب؟ هل كان السبب إنه عم بتجريهم بالحكي؟ هل كان السبب انه لتوصل لهم انه الرئيس سعد الحريري ما بده يفوت بهذا الموضوع؟ بس ليش يعني هذا الموضوع لم يتم بته وبتره من 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 الاول؟ ليش دخلت معهم بهذا الحديث؟ بشريت يا استاذ بسام هلا تسمعه انت، يمكن الصوت كان مشوش، بقول له انا حبيبي سلاح ما خصنا، بعطيك شو ما بدك، بدلك على الجيش الحر يعطوك، انا ما في اعطيك، ما عندي سلاح. بقول لي لا يا استاذ انا شكيت انه شبي. لا يا استاذ عقاب صقر والشيخ سعد الحريري. فبعدين بقول له انا طيب شو بدك وين بدك؟ لا اعرف منطقته وين ومين حيستلم مني، بتجي انت شخصيا؟ قلت انا على القليل بنعرف اذا هيدا اجا بنعرف هيدا هو، مصير نعرفه هيدا هو اللي خطف، لانه ما كنا عارفين اول شيء من هو،
لأنه قالوا ثلاث مجموعات وزعونا أربع مجموعات وهي قلنا إن مجموعة معي ثلاثة وهي قول وقالوا قسموهم ورجعوا مع عمار الدديخ رجعوا لا مش عمار الدديخ ضلينا شيء ثلاث أسابيع دايخين ما نعرف مع مين ونقول 13 لا 11 لا 10 حتى عددهم أول شيء ما كنا عم نعرفه فكنت عم قله أرجيني وبشريط الثاني وقت اللي بخبر له هاي بقول له كان عم يقول لي هيك وعم يستدرجني وصرت قله واسأله فإذا بتسمع الأشرطة إلى سياق واحد كنت عم قله طب أنت مين يقول لي أبو كذا طب أبو كذا طب مين بده يجي أنت بتجي شخصيا يقول لي لا ببعث لك فلان طب مين فلان وين بده يلاقيني بأي منطقة لا أفهم وين هو بأي منطقة شوف وجهه مين هيدا وقول لجماعة الجيش الحر يا جماعة هولي عند واحد اسمه كذا بمنطقة كذا بده يجي يستلم منكم شيء بمنطقة كذا شوفوا مين هيدا لأنه بأول فترة الجيش الحر قالوا لي جيبوا لنا وين هن لنحنا نجي ونشيلهم وهي كان مطلب كل جماعة الثورة والمجلس الوطني قال دلونا بالضبط وين لنقدر نبعث حدا يتفاهم معهم أو نجيبهم بأي طريقة مرحبا الحاج وفيق صفا بعت الحاج وفيق صفا بعت للعميد عثمان انه لدينا اشرطه تدين عقاب صقر وبعد هيدا بعد عمليه سرقه بشهر شهر تدين او اكثر يمكن تدين عقاب صقر ورئيس الحريري فخلونا نحكي وما بدنا نعمل فتنه نحكي عليها بس فنحن ردنا لا كلام على المساله لديك ما لديك نحن ليس لدينا ما يعيبنا وليس لدينا ما يضر بهذا المجال وإذا كان لك شيء وبذكر هولي من 7 أشهر ما انتبهوا إنه هو من 7 أشهر طب ما شافوا إنه عم نحكي لا لا هولي الأشرطة هني ما انتبهوا إنه هيدي قصة يعني قديمة وبوقت كنا عم نحكي فيه مع أبو إبراهيم يعني ما شيء ما معهم كل التسجيل وقلت لكم قصة معرة النعمان وقصة الصوت اللي زوروه واضح إنه معهم كل شيء بس لديهم رغبة بتنفيذ المخطط سيد عقاب وهذا ما عم بتهم فيه أنا انتبه عم بتهم مش عم بوجه لوفيق صفا وفيق صفا قلت تركه برسم حزب الله إذا ما جاوب يتحول هذا السؤال إلى اتهام مهران عيسى مراسل قناة سكاي نيوز عربية أريد أن أسأل سؤال لماذا أنتم هنا حتى الآن الأمر الثاني وإلى متى ستبقى هنا وهل أصبح لدينا طارق الهاشمي 2 في إسطنبول بما أن القضاء كما أسلفتم يلاحقكم السؤال الثاني قلتم أنكم تعرضتم لثلاث محاولات اغتيال أو وصلت ثلاث مجموعات لاغتيالكم وأبلغتم بشكل رسمي من الذي أبلغكم؟ هل تقصد السلطات التركية؟ وهل تم القبض على من حاولوا اغتيالكم على الأراضي التركية؟ هل هيدي بتركها للسلطات المختصة تجاوب عليها ما حجاوب عليها أنا عم بعطي إشارة وعم أقول لهم غدا يمكن ما يكون أنا ساعتها يكونوا نفذوا بس بدوا يتذكروا أنه هيدي القضية تحت المراقبة وبعد في قصص كتير عندي يعني نحكي فيها بوقت لاحق لكن أنا لست كطارق الهاشمي أنا مهربان من القضاء أنا طلعت لسببين السبب الأول أنه كان في محاولات جدية وتخطيط نهائي لتصفيتي بأي طريقة وكان عندنا معلومات بناء عجزة أمنية تابعة ل 14 أزار ولا 8 أزار حتى إجاني معلومات من ضابط كبير وشفنا مخططات والسبب الثاني انه انا اعرف جيدا انه لا خلاص للبنان من دون خلاص الشعب السوري وانه لا يمكن للبناني يملك شيئا من الشرف والكرامه ان لا ينتصر لشعب يقول الموت ولا المذله ولا ينتصر لشعب شقيق تربطنا فيه كل العلاقات ولا يمكن للبناني قد ما كان احمق ان يتوهم انه سوريا بتحترق وبتستلمها العصابات والمتطرفين وما بيحترق لبنان هدفنا ندعم كل القوى الديمقراطية كما قال رئيس الحريري بالأمس كل القوى الليبرالية وأن ندعم إنسانياً وسياسياً وإعلامياً وبكل ما أوتينا من قوة لكي نمنع تحول سوريا إلى بؤرة لتخريب المنطقة ولبنان وأنا أعتقد أن الثورة ستنتصر هذا وعد الله هذا وعد الشعب متى ستعودون إلى لبنان عفواً وعد الأرض وإذا بدهم لأن كيفون هذا وعد السعد شو بدهم أكثر من هيك متى سوف تعودون إلى لبنان بدي عود للبنان بالوقت اللي أنا بحدده مش بالوقت اللي بيحدده اللي حامل الريموت كنترول ليفجر عبوته يعطيكم ألف عافية بتصور ما بعرف إذا بعد في أسئلة يعطيكم العافية